علاش قريتي البدايه البدايه والنهايه ديال بنو كثير باش بعد شي بالمراجع ماشي نبقاو نجبدو من جيوبنا داكشي اللي كان ميلو ليا فوالا في البدايه والنهايه ديال بنو كثير المجرمين مجرمين الحرب اللي في شمال افريقيا اللي جاوا من الخلفاء ديال يعني الامراء ديال الامويين من دمشق كان هذاك موسى بن نصر وعقبة بن نافع وراه كاينه واحد الرساله راك شحال واحد جبدها يعني الكوموند ملي قال ليه صيفط ليا من الامازيغ وان لنا في الامازيغ وبدا كيوصف ليه يكونوا رقيقات رحمه الصوت الخنصر يعني داكشي يكون هو هذاك 350 الف امازيغيه وكيتباعوا ب 1000 دينار ذهبي في الشام تاهم المغرب راه هادي تكفي ان هاد السبل كامل عخرين صافي و 350 عرفتي شنو 350 الف عدد ديال الناس اللي مشاو للمسيره الخضراء وهادو تيدافعوا وتيدافعوا سمعوا كتسمعوا الهضره ديال اخويا كنت شفت واحد الشيخ سميتو وسيم ولا نسيم يوسف ولا وسيم يوسف كيهضر على هذا القضيه وسيم يوسف هذا راه بدا كيخرج منه المنجل راه كان كيهضر على هذه القضيه وقال على انني ترعرعت بين ايديهم يعني كبرت فص من المسجد وتوصى وفاش كنبداو كنهضروا على شي امور اللي هي في الدين ديالنا اشنو كيقولوا فاش كيكون البراني كيقولوا له لا تتكلم في هذا مع العامه خاص العامة ما يعرفوش هاد الشيء هذا خاصهم يوريوهم غير هاد الشيء الزوين هاد الشيء اللي لابس التوجيه هاد الشيء اللي مديري ليه الماكياج يتوصى باش ولكن فاش كيكون الانسان كيتبروغراما مزيان وكيبان ليهم إلي بري راه كيدخلوا له هاد لي زيدي اللي هما ديال الجهاد يتوصى سوف كو فاش كيجبدوا هاد المواضيع كيجبدوهم في شي يعني كيكونوا شي مجموعه اللي هي حلقات مغلقه شي حلقات مغلقه بيناتهم وكيهضروا على هذا الشيء هذا وكيكونفيرميو ليه كيجيبوا له هذاك خينا اللي باركين كيعمروا له فراسو كيجيبوا له شي واحد من ذوك اللي كيسميوهم هما العلماء ديال الدين خي اكرم وي تفضل غنعطيكم واحد النظره على المغرب بصفتي انا عايش في المغرب وكندور في الدوار والمدن وداك الشيء كنشوف الدراري كنقلق للسوق شنو فيه راه تقريبا راه واحد 70% ديال البشر راه عايقين راه الدواور صاحبي الناس عايقين الدواور راه كاينين دابا الدواور في رمضان كيديروا الطاجين بنهار عادي جدا الناس عايقين راه كلشي اجي واحد الوقت كلشي غيخرج من فرونتو الزبل كامل غيتلاح في زباله التاريخ وغيكون هذه كرايات ماضت يعني حسب واحد 25 سنه تقريبا ولا 30 هذا الزبل غيتحيد وتماك غيديروا المتحف ديال فيالير اللي فيه سبينوزا كان كيتيري في الله ويضربوا واحد اليهودي يضربوا بموس بقى عنده داك المونطور اللي هز عليه بقى كاع حياته دابا راه الناس دابا كاع الفلسفه ديال العالم تيقول لك انايا كاين واحد اللعيبه كتقال تو فيلوزوف دو فيلوزوفي لا سيان اي سيل دو سبينوزا هو دابا سبينوزا ولا اله راه ما تعرف وانت بيان دير كاين الصوت كاين كلشي وداك الشيء كتقولوا لهم وبالتكشكيشه وفي هذيك التكشكيشه ديال كتبان كيبان ان قلبك على المغاربه ماشي كدير غاده شتيري انت بانك تصيدتي ما بغيتيش لي جون يتصيدوا انا فاش كيكون كيهضر خايموني راه هذاك ليكزامبل ديال بيانلير دابا كيكون كيهضر على دي اكسبيريونس اللي هو عاشهم في الحياه ديالو واللي هو بزاف ديال المغاربه عاشوا نفس الشيء فاش كيسمعوا بنادم راه بيان سور كيتعثر بهذيك الهضره ديالو لانه كيتوشي لهم واحد لي بوين اللي هما عارفينهم واللي هما كيقدروا يكونوا ما كي بحال هادشي اللي دول بحال اللي كيحشموا من هذاك الشيء اللي هما عارفينه غادي يدير لهم بحال لا فونتين
اشتي اخي اكرم لافونتين هاك انا مع الحيوانات والهضره الخاويه وهو دابا تيقريوها في المدرسه وتابعينو. دابا الاخوه الاخ ديالي دابا ديالي ما بقاش عنده الوقت باش يراري بالانسان. راه هاد الروم راه ما خصش هادوك اللي كيدخلوا بحال هذاك اللي دخل البارح ديال موريتانيا بقى ياخذنا في فسحه يبقى يدور بينا. هنا لا مصحه ديال العلاج بالصدمه في البلا، ما كاينش ديك تراري بالواحد وتبقى في البلاصه. راه خص الصدمات، العلاج بالصدمات هو احسن علاج، هو باش تعالجت انايا باش نكون واقعي. هذا دوز 20 عام في التبويقه ديال بصح، خلينا من داك الشيء ديال ثقافي ولا كذا. لا انا كنت انا راه كنت مستعد نتفرقع وداك الشيء ديال جحيم الروس الاول من الواحد حتى الخمسه ومعركه الكرامه وديك الروينه. مثلا اشنو هو الحوايج اللي كانوا خلاوك على انك تقتنع تفرقع مثلا ولا الجهاد مثلا؟ انا نقول لك، انا من قبل ما يكونوا السيديات ملي كانوا ايامات ديال الفيديوهات، ما عارف انا منين كيجيو هذوك الفيديوهات، وحتى راه كنتجمعوا وكنبقاو نتفرجوا. شي كيتمخصص شي كيتمخصص، كاين واحد الراقي دابا راه ولا داير الراقي، راه كاين كاين عنده القناه وداك الشيء كيبقى ينصب على عباد الله. وتاك شي كيتمخصص، كتسمع هذيك الغامي دي كيقرا وكيبان لك دوك المجاهدين ديال الشيشان قاطعين هذاك جاحم الروس واحد والثاني في المعارك ديال الشيشان، كيبانوا لك هذوك المجاهدين قاطعين الواد والثلاج هذاك سليم خان سندربايف وشالو هذاك شامل باصايف وخطاب ووليد الغامدي ابو وليد الغامدي وقاطعين الواد وكيدخل فيك واحد الخشوع صافي، كتحس براسك ما كرهتيش تكون معاهم في المعركه وتموت. كيبان لك واحد مقطع عليه يديه وكيعالجوا فيه وكيضحك، هذاك الشيء كيعيشك كتبوق تبويقه ديال بصح. ليامات الفيديو باقي ما كاينينش السيديات، ومن بعد جاو السيديات وديك معركه الكرامه ديال البوسنه وداك الشيء كيشجعوك، عرفت كيشحنوك. انا ما عرفت مين كيجي داك الزبل وكيوصل لينا صاحبي. هذا صحابي راه كاين اللي دوز 7 سنين في الحبس في سلا، كاين اللي مشى للعراق وتشد في ليبيا وشدوا هذوك الكتائب ديال القذافي عذبوا ديالهم ورجعوا للمغرب، كاين اللي تشد في سوريا، كاين اللي مات مع معركه الكرامه. وانا تقريبا انا اللي خرجت منهم تقريبا، انا ما بقى كانوا شي وحدين مع داك الشيء اللي كنشوف في فيسبوك وداك الشيء عقوبيه كيقول لك تشبهتي بالافكار ديال الملاحده ديال الامازيغ ديال العاصي ديال هادي، وكانوا كيجيو كيدقوا في كيدقوا عليا في الدار وداك الشيء ما عرفتش باغين. وملي سبيتهم وداك الشيء وبلوكيتهم بقيت كنشوفهم، شي وحدين فيهم دوزين سنين في الحبس ديال سنا فهداك الشيء ديال الارهاب باقي تنشوفهم. واش كيراقبوني ما عرفت ولا عا صدفه كنشوفهم وداك الشيء. المهم هاد الشيء، المهم هادو مراحل دازت على من تقريبا يعني من 2001 وغادي من ديك غزو الامريكان طالبان تخربيق. المهم هاد الشيء عشتوه، ولكن راه كنكون غادي انا دابا كنحظي من الحياه، اي الحياه كنحظي منها. هذا مستر راه مونغوليان راه معاقين ذهنيا. بيان سير راه سي ان دونجي. انت حيت الناس اللي هما كانوا قراب لك وكنتي معاهم في 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 لو ميم في لا ميم بارتي، ودابا بحال اللي بالنسبه لهم تو ان لاش. عرفتي شنو راه كنا كنمشيو نترينيو، كنمشيو عرفتي فين كنترينيو؟ حيت انا في كازا كنترينيو في المول، عرفتوا المول ديال كازا، كنتلاحوا في المول وكنبقاو ندرعوا تنوصلوا للمرصى فين كيكونوا ديك السلع اللي ما مخلصاش الضريبه، ما خلصاش الديوان، غالي عليهم الديوان كيبقى مسطوقين تما الزبده وداك الشيء. ومنهم اللي كياخذوا الزبده تما والكوك وداك الشيء وتيخرجوا الزبده جايه من هولندا تيخرجوها. وحتى راه واحد العالم كنديروا صلاه الجماعه تما والروينه، وواحد فيهم واحد النهار واحد البوليسي من هنا دخلوا من واحد البلاصه، حيت كندوزوا من شي بلايص شي بلايص صعيب باش تدوز منها، كاين الصخر وداك الشيء حراش وحاد كيضربك في رجليك وداك الشيء، كنحاولوا ندوزوا لديك البلاصه باش كاينين اللي كيصيدوا لتحت، كي عندهم هذاك الفراده ديال بحال البلاد كيصيدوا ديك اللبسه ديال البحر، كيصيدوا الحوت من لتحت وكيديروا لك فتات ما والشوايه وصلاه الجماعه. واحد النهار بغينا ندخلوا من واحد الثقبه واحد البوليزي من هنا، وحتى واحد مناش قال لي خرج نقتل دين امك بحال ما هكايا، وطرا فيهم شي جبهات شي سنطيحه شي روينه، وانا قربوز امازيغي ومداخل مع هاد الروينه كامله، شداني مع الزبل كامل، نعيش مع راسي انا بخير. علي
ارغاز سالو تو المونش بو بروندر لا بارول واحد دقيقه بيان سور صديقي تفضل ميرسي اكرم ما متفقش معاك ارغاز في واحد لو بوين قلتيكم كوا زعما بنادم بدا كيفيق بوس باب لي زعما بديك الطريقه اللي فكرتي فيها زعما راه كاينه اون ماجوريتي ديال الناس اللي عايقين في القلب شي حاجه فهمتي كيفاش ممكن تكون عشتين اكسبيريونس مشيتي لشي دواور اللي بانوا لك فيها الناس بزوم متنورين سا نونبيش بلي راه مازال بزاف ديال البلايص اللي بعاد شويه في المغرب العميق اللي عندهم مازال متشبتين بهاد الافكار السوداويه الافكار الخرائيه ديال لا ريليجيون ديال فهمتي كيفاش ملي كتلقى في ايكول دانجينيور ارغاز ولا سميتو ستاد فولك شيخ بو الحياه دابا من ايكول لي سوبوزي مثلا il va produire de la science ou نادم قاري plus ou moins les bases ديال اللوجيك في الماط وكذا وكذا راه مازال شاد زعما جون واحد اخر قال لي باه في شي دوار بعيد وكذا وربا هو اللي دي على الريجيون راه غيبقى شاد فيها اما يكونش وهابي وصافي اما يكونش عنده الفكر التكفيري وداك الشيء ماشي مشكل الا كان هذاك الا كان هذاك الاسلام ديال الامازيغ وبخ ما سليم ماشي مشكل دابا راه كاينين راه مشكل معك واحد بحال انا ولك ارياز متفق معاك في حاجه واحده لا ريليجيون انتو غادي باسي فهمتي بنادم الا ما تادابطاش مع هادشي اللي جايين فيه نقدر نقول لك هاد لي جينيراسيون الجداد ما واخدينش لا ريليجيون او سيريو كما كنا حنا في الالفينات في التسعينات داكشي ممكن ولكن داك زعما باقي شويه ديال الصراعيه وباقي شويه ديال التشدد فيه راه ولا دابا ولاو الشيوخ هذوك اللي كنسميوهم ولا كنسميو ريوسهم الساهرين على السلامة الروحية للمواطنين المغاربة ولو كنشروا فيديوهات كيقولوا فيهم على الشباب على انهم ما خصهمش يبقاو يمشيو يشوفوا هذوك الشبهات اللي كيقولها بيان لير ونصير وخصهم اوليو يضيعوا الوقت في, 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 في رؤية الشبهات خصهم يمشيو يشوفوا وتعلموا الدين ديالهم قلت لهم تما فين غادي تكفروا دين ربهم مزيان نيت اكرم انا بعدا واحد الشيخ اللي ما فهمتش كيفاش كينوم لك عباد الله داك ياسين العمري انا مازال ما ترى شحال ديال المتعاطفين معاه كنقول مال هاد الخراوات هاد واش بنادم كيخدم ما كيخدمش كاع الدماغ ديالو ولا كيفاش ردوا منه بطل قومي يا صاحبي تلقين والقداسه راه مشكل اتصور دابا شوف انا كنت في واحد الوقت كنت في الشارع في اكادير كنا واحد ديال الاكادير بين زكا والاكادير كاينين واحد المجموعه ديال الحياه تماش دايرين كارين كراج ودايرين فيه واحد لومبلي و رابطينو بالتليفون وكيتواصلوا مع واحد الشيخ في السعوديه سميتو ربيع المدخلي كيسميوهم المدخليين كيدير لهم الظرف من اللي تصور صاحبي واحد سوسي والسموم الفيروس ديال قريش كيجيه من اللي مباشره وتا هما دايرين فرقه ديالهم وكيكفروا هادو شي كيكفر شي ومضربين مع المغراوي تا هو اللي مكلف بديور القران وكيجيوه الفلوس ديال البترو دولار من ليه وكيمكن ديور القران هادشي راه بيزنيس وكاين اللي دار فيه لاباس وكانت كاين شيخ اللي كانت عنده سانتروا شويه ولا واحد انا كنعرفو كنحضر في الدروس ديالو كانت عنده سانتروا شويه ولا عنده واحد 127 دابا دار برادو الاخر ايصانس ودار ثلاثه العيالات هو اللي دار لي عقد الزواج راه معروف كازا هو اللي دار عنده عقد الزواج ولا فرنسيه هذاك الشيء راه بيزنيس راه فيه العاقه صحيحه راه كاينين شيوخ كاينين شيوخ راه ملاحده هما لا دينيين ولكن واخدين هكا وظيفه يعني هوته كاين هذوك الرقاد الشرعيين ملاحده لا دينيين ودايرين الفارم والفيلا الروينه وكيدير لك حصه فيها 5 دقائق ب 200 درهم راه كاينين موجودين كنعرفهم ومشيت لعندهم كاين في كازا اسمع لي بالزربه كاين واحد الراقي شفتو لا ديرنيير فوا في يوتيوب الاخوان راه كيدير سيونس ديالو ب 5000 ديغام 5000 ديغام في 20 دقيقه واقيلا تخيلوا هذاك ربيع هذاك ياك رجل والله ما نكذب عليك المهم راه كيدير فيديوهات كيجيب شي وحده كتمثل معاه كيديروا داك الشيء مسرحيه واحد الخطره قال لك واحد فيه جيني برصاوي قال لك وقال لك عنده 900 عام وباه كان خدام مع ابي هريره ولا ما عرفت شي تخربيق تاع شعبي شي روينه والناس بطبعهم كيميلوا للخرافه هاد واحد سميتو بالحبيب كاين في عين الشق وطر الفجر الناس شاده السربيز وخمسه دقائق 200 درهم هذا راه 8 مليار اصاحبي وولد واحد كيجي شي حاجه لمرته
عارف القوالب ديالو قال لك كيضرب على التيتيز كيضرب على الدريات الصغار يلا يعني هادشي كامل بيع وشراء بزنيز لقاو الهاوتا لقاو الانسان مبواق وكيستغلوه غادي والعيالات بالخصوص العيالات مساكن مع مقموعات وداك الشيء مسيطره تم يعني تسيطر عليهم وكاينين تحت الضغط ومقموعين وداك الشيء كيميلوا لهاد الخرافه وهادشي. اسمح لي واحد الثانيه الشخات ديك الرقات انا نعتبرهم اكبر ولاد القحاب حيت بعدا كيستغلوا واحد القضيه بان كيجي ديزيسبيري فهمتي ما ممكن يكون الى طونتي شي حاجه في الميتين وما خدمتليش ولا شي حاجه ويستغل هو ديك الظرفيه بنادم امن بالخرافه فهمتي كيفاش باش نعتبرهم اكبر ولاد القحاب الرقات ممكن يكون كما قلتي هما عايقين بالقلب اصلا ما عارفين راهي مفروض يا امي يستغلوا السذاجه والغباء ديال الناس ويديروا العاقه على ظهرهم كي باش بدات تامن شي خريب بحالك يا راه مصيبه كبيره وتخيلوا معايا دابا باش كيشدوا هذوك لي كليونت وكينكحوهم كيقول لها فيك الجن العاشق وهذاك الجن العاشق طلب النكاح باش يخرج خاصني نكحك كينكحها بالرقيه الشرعيه الاخوان شحال من واحد هاك اكسبتي كاينات جو بونس لي غيكونوا متاكرام واش شنو اكتشفت هذا العام هذه واحد البنت اللي قالت لي كاين شي راقي بوغوس لبنات هذوك العيالات اللي ما مقنعينهمش رجالهم كيدوزوا النمره بيناتهم تلقوا الراجل غادي يمشي ندير الرقيه وكيمشي كيدير لها الرقيه ولا تبقاتيك موسي دلا بروستيتيوشن حتى من هذاك لو كوتي ديال لي فام اللي مقهورات مع رجالهم كيمشيو يقلبوا على واحد اخر كما الاخوان على واحد القضيه دابا الشهيد ملي تيموت واش بصح بان راه تتولي فيه ريحه المسك وبان ريحته مثلا تتولي ريحه المسك واش كاين شي حديث الرسول كان كيخرى المسك كاع اون بيرسون هو ماشي كاع لا 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 ماشي كيخرى المسك الخريه ديالو كتسرطها الارض قال لك كتبلعها الارض الخرى ديالو ولا العرق ديالو ما عقاش المهم شي حاجه في الابتدائي كان كيقول انه واحد البروف بحال هكا يا العرق ديالو فيه الريحه ديال المسك والخرى ديالو ولا ما عرفتش قال لك العيالات ديالهم اللي كيكون ناس كيجمعوا العرق ديالهم اللي كيعرق كيديروه في قريعه كيديروه مسك ديالهم كيديروه عرق اكرام قرانا الحديث ديال النخامه بطريقتك عرفتي عرفتي المساله ديال النخامه راه كاينه حتى عند الطرق انا دوزت واحد المرحله مع الطريقه البوتشيشيه كيتجمعوا في واحد الفيلا ورا فيها اساتذه والناس متقفين وهادي هنا في بوسيجور في كازا كيتجمعوا من الرفع وداك الشيء بالكراد على حساب الا عندك العاقه راه كتكون انت الاول وهادي عرفتي شنو كيمسح هذاك الشيخ كيمسح بواحد كلينيكس اللي كيلوحوا كيقنيو عليه انا في الاول ما فهمت والو كيقنيو على داك كلينيكس اي كيلوحوا كيضربوا معاه كيتبركوا به وملي كل مره كيبقى يقول قم 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 كيخرج شي خيمه وكيديرها في داك كلينيكس كيتلاحوا عليها وكيشدوه وكيضربوا عليها هادشي دابا راه ما كيخش الانسان لما شافو وهادو راه اساتذه راه انا اللي وسط منهم زعما اللي ما عنديش هذاك المستوى الثقافي ولا كذا وكتلقى اطباء وكتلقى عيالات وكتلقى كيجيو من جميع المناطق وكيحضروا ديك الجلسه وكيتبركوا بالتناخم ديالو يعني هادشي راه ماشي عند قاتل يعني راه هادشي راه كاين يعني عندهم بحال اللي قلتي عرف ولا كاين عند الطرقيين في الطريقة البوتشيشية اللي تفرعت عليها الطريقة هذاك العدليين راه كان معاهم عبد السلام ياسين ومشاق عليهم أوي هذيك الشيء هذا الإخوان قال الرسول قال لنا على أنه الله اللي هو خالق الكون هذا أحب شيء إليه هو أنك تبر بوالديك ونشاهد في سبيل الله يعني تخرج تقتل او تقتل ولكن تي سا ديبون لكن تي مجاهد ان فيت درجات في الجنة درجات الا كنتي مجاهد خصيم وكان عندك شوية السلاح مزيان توصاف الله كيحطك واحد درجة عليا ولكن تي مجاهد مقود عليه ها كيفاش دابا هاد الاله ما عندوش شي طريقه باش يوصل الرساله ديالو من غير القتل حتى شي طريقه زعما عنده هاد ديال السيف اي واحد توقف عليه مثلا حنا كامازيغ يهود يهود وامازيغ يعني حنا في المغرب دخلوا علينا هاد القوارشه واش اللي حط عليك السيف على راسك
على رقبتك وقال لك دخل لهاد الدين ولا ندي لك مرتك وبناتك وكذا ولا نقتلك، راه تقول لي اطيه وتركع عليه وتقول لي عاقل لي وبعد ليا من مرتك وولادي، وراه هادشي اللي وقع. وهذوك الامازيغ مساكن اللي هربوا هذوك اللي تعربوا بقاو في الوضع، يعني اللي باقين في السفوح ما طلعوش للجبال، هذوك راه تعربوا بكري بحال دكالة والشاويه وشرادة بني حسان والغرب وهذوك، يعني هذوك اللي كاينين في السفوح ما كاينينش في الجبال، اللي هربوا للجبال راه بقاو محافظين على الثقافه الامازيغيه ولكن وصلهم الفيروس. يعني راه غادي تسلم بالزمنك وغايجيو ولادك غايلقاوك كدير هذيك الطقوس غادي يتوارثوها وغادي يجيو ولاد ولادك وانت غادي تموت وغيبقى داكشي متوارث. راه هادشي اللي وقع، راه ما كاينش شي حاجه، شي واحد دخل شي حاجه بالقناعه ولا ادمع اصلا داكشي ما كيقنعش. اش تقنع؟ راه فين كاين شي قناعه، فين كاين شي منطق، فين كاين شي اش من منطق؟ هادشي جاو عصابات وعندهم القوه، جاو في واحد الزمان في واحد الظرف زمكاني متوفر عليهم الشروط صافي وقات لهم القضيه بحال لا مافيا. لا مافيا نيت ماشي لا مافيا، وكانت الخيانه الامازيغ الاصل فيهم الاخ الخيانه. الا رجعتي واحد 270 عام قبل الميلاد بين يوغرطان وجوبا الاول وجوبا الثاني والمملكه النوميديه كيفاش وقع لهم مع الرومان، راه وقعت الخيانه. راه الخيانه هي اللي خلاتهم باش ينشاقوا ليامات القرطاجيين. يعني الخيانه كاينه في الجينات ديال الامازيغ صراحه، لان ما كتلقاش جوج امازيغ متحامين، ديما كتلقى العداوه بين الاخوه. هذا الشيء لاحظناه وانا عايش فيه اصلا، انا عايش في هذا الشيء. ما عمرك كتكون بخير مع اخوك، ديما كاينه الخيانه وديما كاين الشك وديما كاين المؤامره. يعني هذه الخيانه هي السبب ديال دخول القواشه لشمال افريقيا. قد ما سفك الدماء قد ما الله كيجازيه وكيحط له الدرجات، يعني في السماء كيحطوهم فات في السماء بالجنة كيحطوهم درجات اللي هي عليا. وداك داك المجاهد اللي هو مقود عليه اللي هو كيجاهد غير بشي شوية ديال الفلوس وشي شوية ديال، فهو كيكون تاهو في الجنة ولكن مكيكونش كتر من الآخر. يعني هداك اللي جاهد بمالو وكل شيء اللي يعني ولادو كل شيء جاهز به. ودابا اسمح لي واحد القضيه، الله سبحانه وتعالى هو اللي كيقسم الارزاق، هو اللي كيعطي لواحد الصحه، هو اللي كيعطي لواحد الفلوس على حسب داك الشيء اللي محتاج هو، ولا هو حكمه في ذلك. والجهاد هو النيه، انك تكون عندك النيه ديال الجهاد. الا متي راك غادي تمشي للجنه، هذا وعد ديال الله سبحانه وتعالى ما فيش نقاش. الا متي غتمشي للجنه، الا ما متيش راه عندك داك الاجر ديال انك جاهدت في سبيل الله، وتشي ماشي اي واحد يقدر يديرها. انت اللي قال هادشي دابا، شكون اللي قال هادشي؟ كيفاش شنو هادشي؟ منين جبتي هادشي؟ الدليل ديالك شكون اللي قالها؟ دليل ان اللي كيجاهدوا في سبيل اللي جاهدوا في سبيل الله في الوقت ديال الحروب الاسلاميه زعما ما مشاوش. شكون اللي قالها؟ شكون القران قالها الله سبحانه وتعالى. هاد القران شكون اللي قال لك جاي من عند الله؟ انت دابا كتناقشوا زعما لا واه غادي درجه واقعي. خدمي دماغ ما تخدميش العاطفه وداك الشيء ديال التلقين. لا انا ما خدمش معك العاطفه، نعرف غير انت علاش كتهضر ونتناقش معك. شكون اللي قال لك هذا القران كلام الله؟ اذا كان كلام الله راه ما غاديش يكونوا فيه الاخطاء. عاد شويه عليها. ارغاز مت هربها والله ماشي غير كتناقش. لا ما تجيش على بالك اختي اختي بلاتي بلاتي فاطمه اختي فاطمه اختي فاطمه ما تجيش عليا ما تجيش عليا. انا راه بقى تشمت واحد 20 عام حياتي وبقى فيا الحال. تفضلي خويا فاطمه قولي لي انا اختي، ملي كيجاهدوا في سبيل الله ومني كيمشيو يديروا الغزوات وداك الشيء ديالهم اش كيديروا بالمراه؟ شنو كدار لها؟ نتوما كتناقشوا زعما انتشار الاسلام بحد السيف زعما هذا الرسول صلى الله عليه وسلم كيهضر على انتشار الاسلام بشمال افريقيا. قولي لنا اختي، النساء ديال الامازيغ شنو داروا اليوم ملي دخلوا لشمال افريقيا؟ شمال افريقيا مشات بعيد. علاش اختي كي درنا حنا شمال افريقيا كي درت تدخل عندنا الاسلام اختي فات؟ كيفاش تولينا مسلمين؟ حيت انا ما عنديش معلومات على هذا الشيء. الجهاد وعارف الدين ديالو خصو يعرف الاصل ديال الدين ديالو منين جا. يعني الجهاد هو ركن كما قالوا الاخوان قبيله، هو ربما الركن السادس من اركان الايمان. دير هو تسلم، دير هو تسلم الاسلام، دير هو تسلم. لا
دام انت ما عارفاش الدين خليها تهضر مع صاحبي اجا فاتي انت بحالي ما كتعرفيش في الدين مزيان وبالنسبه لك عادي شي واحد يجي يهز كابوس او لي هذاك AK-47 هذاك او لي يدير حزام ناسف ويمشي يتفرقع وسط الناس منطقيا وزعما انت كتهضري لي على داعش دابا هذا لا هو الجهاد شنو هو الجهاد داعش ما كاينش الاسلام لا اوكي قولي لي شنو هو الجهاد بالنسبه لك ماشي حنا كنهضروا على داعش واخ انت كتقولي لي واحد يشد حزام ناسف ويمشي يفرقع الناس اشنو هو الجهاد اوكي وشنو هو الجهاد فوالا لا كيسيون اللي كنت غادي نبوزي عليها ما هو الجهاد خلينا اكرم معاه قولي لي الا بغيت تسول هذا السؤال ما هو الجهاد سير قلب عليه في جوجل وغادي يجاوبك اوكي كاينين جوج انواع ديال الجهاد باش نقريوك الدين ديالك حيت كاع المسلمين اللي كيطلعوا معانا ما كيكونوش عارفين الدين ديالهم كاين جهاد الدفع وجهاد الطلب فهمتي جهاد الدفع هو حاجه وجهاد الطلب حاجه اخرى جهاد الطلب هو اللي كيديروا داعش هو اللي غزاو به الايزيديات واغتصبوهم وتباعوا الايزيديات في 2022 ب $5,000 يعني ما تجيش وتقولي لينا لا راه الجهاد كان اشنا هو الجهاد منين انت ما عارفاش الجهاد راه جهاد تقولي لنا دابا واحد مسلم ما غاديش هاد الخدمه اللي كديري حيت الاسلام راه الدين قبل من كل شيء قلتي لينا الجهاد هو احسن حاجه ومن يسولك شنو الجهاد ما عرفتيش اشنا انا ما قلتش احسن حاجه شكون قال احسن ويلا دابا دخلتي قلتي لينا الله كيكرم المجاهدين وكي وبالنسبه ليه احسن حاجه اخوان واش انا كنت قلت لك وانا قلت لك دخلتي على ان المجاهد عنده درجه عند الله خليها انا قلت لكم لينا قولي انا سولتكم قلت لكم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فاش كانوا يعني هم اصلا كيطردوهم من ديورهم وكانوا كيخرجوهم وكانوا كيعاملوهم معامله خايبه كان ضروري كان الجهاد في سبيله كان حاجه ضروريه باش انهم يردوا الحق ديالهم هما ما تعداوش عليهم خلاص الاسلام فاش كانوا كيمشيو واخا خليني غنسالي فاش كانوا كيمشيو كيقاتلوا الكفار او المشركين في ذاك الوقت كانوا عند الرسول سلام كان عنده واحد الوصايا انهم ما يتعداوش على النساء ما يتعداوش على الناس اللي كبار في السن ما يقطعوش حتى الشجر ما يقطعوش كانوا بزاف ديال لي كونديسيون اللي خاصهم يلتزموا بها انهم ما يأديوش الناس الضعفاء اللي كاينين تما دابا انت كتهضري لي دابا كتقولي لي في الوقت كذا كذا واحد خدا جوج نساء على حسب اللي سمعت وباعهم هذا الرسول هذا الشيء والعبودية كيشد المرأة ما كاينش لا الإسلام أول واحد حرر المرأة وحرر العبيد ما تخرجش عليا في راسي خليني نكمل الفكرة ديالي واش انت عارفة الدين ديالك ولا ما عارفاش أنا كنقول لك بالأحاديث وبالقرآن شنا هي وما ملكت أيمانكم هي ملك اليمين هي مني كيمشي الرسول كيغزي واحد البلاصة كياخد ملك اليمين اللي هما النساء وشنا هما النساء هما الأرامل ديال دوك الرجال اللي ماتوا في هذيك الغزوة واش كتستوعب هذا الشيء ولا لا الا ما كنتيش عارفه اصلا طريقه ديال الحوار وديال المناقشه علاش اختي انا كذبت هذاك الشيء اللي قلتي ما كانش استعباد وعمر الاسلام ما كان فيه الدين وما كايناش ملك اليمين شنو هي وانكحوا ما طاب لكم هذاك الشيء راه كان في ذاك الوقت وما ملكت ايمانكم اشنو هي ملك اليمين هذاك الشيء راه كان في ذاك الوقت باش تحيدوا العبوديه ونعطيك واحد المثال باش نثبتها لك ونزكيها لك الا انت مسلمه وكتامني بالبخاري وبالسنه راه الرسول فاش نكح صفيه كان يلاه قاتل لها باها وعمها تصيلتها كاملين وراجعين من الغزوة ونكحها بلا ما يتسنى العدة فصفية زوجة الرسول ام المؤمنين شكون قال لك انت وهي ميت لها راجلها نجيب لك الحديث الصحيح وما يمكنش نهضر معاك ما عارفاش دينها سيري قلبي على زواج صفية من الرسول
فاتي الله يرضي عليك اختي لما كنتي عارفه زينك عندك واحد اصلا وغلت تعلمي وفاتي والله اختي ما كنكذب عليك شوفي انت مغربيه وانا مغربيه وانا كنت بحالك وكنت بحالك وكنتي معايا المبادئ ديالي واش انا وكنت كنمشي للتراويح واش انا كنت مسلمه وكنصوم وتا انا بالنسبه لي الرسول كيبان لي بياض وزعار ولكن مني عرفتو نكح صافيه مني قتل لها با وخو دريكتها لحت الزبل كامل مني عرفتو نعس مع عائشه وعدو 50 عام وهي عندها 9 سنين هادشي هذا بالكامل مني عرفت انه مني بغاو يقولوا ليه بنتك نجوجوها قال لهم لا راه صغيره وهي عندها 18 عام مني عرفت ان الرسول كان كيشد العيالات كيبيعهم في السويقه شكون قال لك هاد الهضره قلت وضف فاك ندوي لك على الرسول ديالك هذا محمد اللي انت هي كتقدسيه وبالنسبه لك قلنا لك ام حسن محمد ولا با كتقول محمد هذا الشيء شغل انا نامن باللي بغيت واش انت هي كامراه مسلمه شهادتك نص شهاده الرجل ويجب وبزز منك يتعدد عليك وبزز منك محمد حبيب الله سبحانه وتعالى ورسوله في العيالات نكيح وكان يطوف على نسوانه ليله واحده بدون غسل وانت مازال كتكرمي فيها صاحبتك شكون قال لك هذه الهضره قالها لك هو قالها لك انا كنت بحالك ولكن ملي قلبت في الدين ولقيت هاد الزباله خرجت منه حيت انت دابا كانسانه كتهضري بصحتك وراحتك اختي بصحتك وراحتك من هادي ولا واحد 6 سنين فما تجيش انا ما كنقولكش علاش انت انا علاش كنقول لك انت ماشي مسلمه انا كنناقش معاك يمين وما هي الا لم يحضنا سوره النساء وسوره البقره جيبي لي التفسير وانا معاك دابا فاتي اش كتقولي على ضرب الإدعاءات كيفاش الإدعاءات فاتي جيبي لي دابا تفسير الطبري ما شنا هي ملكة اليمين وجيبي لي دابا التفسير ديال الطبري وابن كثير شنا هي الا لم يحضنا احنا كنتسناو كملوا الاخوان النقاش فين مشات هربات شكون يهبطها هبطها شي واحد هبطوهاش هبطتها لا مشات راه المنجل راه المنجل صعيب راه تمشي دابا تخرج واحد السنينه دهنها شويه ومن بعد تخرج سنده اخرى وغادي الاخوان انا علاش كنقز مني كتجي بنت حيت اي بنت غادي يهضر معها الدري غادي تعتبره غير مخربيق وغير ملحد خارج من الدين باش ياكل رمضان اما اللي كتعطيها بنت وكتعطيها النصوص ديال المراه وي بيان سور بيان سور اريا جو سوي با جو سوي با كونتر اريا نو جو سوي با كونتر اريا افيك بليزير عطيتيها كلشي في الزربه ما خليتيش ليها الوقت فين فهمتي شويه على ما على من القوارير لا لا مزيان 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 لا لا مزيان اريا مزيان مزيان غتمشي غاديش تنعس اليوم تقلب وتاكد وغادا ترجع ولكن راه ما غاداش تفهمك هذيك الطريقه اريا ما كاينش هذاك الشيء كامل اللي قلت لا لا غتمشي تبحث مسكينه دابا غتمشي تبحث لا غاديش راه غير بالعقل عليها اريا عندك واحد بي بي عطيت لها واحد 60 ولا 70 معلومة في 30 ثانية اه 60 معلومة في الدقيقة راه ما غاديش ما تعرفش شنو تقلب الله خويتي علاش يسطل تحية الإخوان جميعا والأخوات تحية أظن أن ريا فعلا مادام هي جاب الفضول أنها تكتشف من هم هؤلاء الناس هؤلاء المختلفون بطبيعة الحال أريارة قويت بها كل شيء بطبيعة الحال مدام عند السيدة الفضول فهي غتمشي تبحث الثروة تطلوها الإخوان شكرا للأخت أريا صافا تحياتي أوبا تحياتي الإخوان كاملين تحياتي للمتحقين اللي يلا تحقوا بنا لا هو كنا كنهضروا نيت غير على الجهاد وهاد الأخت هادي سمعتني كنهضر زعما على المجاهدين وكنت كنقول درجات على الجهاد درجات وعلى أن المجاهد اللي هو يا قوي يعني عنده الصحة مزيان راه كيمشي وكيقتل في, في, في الحرب مزيان وصافي هو كيكون في الجنة مزيان كيكون عاطي الله واحد البوزيسيون مزيانة المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وطلعت الأخت قالت لك راه الله هو اللي عاطي هذيك القوة الحمد لله والله قالت لك يحطها في شي دار وهي هذيك علاش بدا الموضوع مع هذه الاخت هذه والموضوع كنا نيت في هذه القضيه هذه ديال يستحيون من 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 دينهم الاخوان المسلم انسان كيحشم من الدين ديالو المسلم داير بحال واحد الانسان اللي هو كيكون عارف يعني كاملين اون دي دي ديفو دي الاخوان وكنكونوا عارفين بلوز او موان لي ديفو ديالنا اون ايسي دو كوريجي هذوك لي ديفو المسلم عارف كاع لي ديفو اللي كاينين في الدين ديالو
ولكن يفو باري كوريجي. علاش؟ لانه بالنسبه ليه راه الله اللي قال. راه سمعتوا القويله قالت لها الاخت اريا اشنو دابا هاد الهضره هادي شكون اللي قالها؟ قالت لها وراه قالها القران. اي القران شكون اللي قالو؟ قالوا الله. وتخيلوا معايا راه ملي كتولي تهضر مع واحد الانسان اللي هو عنده في الدماغ ديالو هاد على ان الله هو اللي مهبط على ان الانسان خصو يقتل واحد اخر لانه مخالف الفكره وعلى انه الدين هو الاسلام عند الله. مصيبه مصيبه. كيبقى فيا الحال فاش كنسمع واحد شابه اللي هي باينه في فلاش ديالها باينه باقا صغيره البنت هذه بقاو كيدافعوا طريقه زوينه هي اللي غادي تعرف ليها. هي بنت نتوما كتناقزوا هي اللي غادي تعرف كيفاش تهضر شنو هما لي بوين اللي غادي يبقاو مزيان. كملوا ضحكت انا مسكينه بقات فيا ساكم شي ساكم صافا. هي لا فتوحات اسلاميه كانت تبدا لها بالليل كانت تبدا لها بالكلب وبالوصف ديال المراه وكذا تبدا لها غير بعدا المرأة شنو تتوا في الإسلام عاد؟ تعطي شوية الصلاة دابا واقيلا كينتقدوا الدين بزاف وكيبداو الناس كيتشبتوا بالدين. علاش؟ حيت كيشوفوا واحد كيدير واحد لا ريزيستونس لهذاك حتى هذا غادي يكون واحد ما حدك كتحقر عليهم وما كيزيدوا يتشبتوا كيجيو كيقولوا أن أنا في الروم فالتوك فاش كنا كنهضروا عليهم تيقول لك هادشي ما عرفتش علاش كيزيدني الإيمان وكيزيدني الدافع. اظن ان السؤال اللي كيطرح راسو هو المؤمن شنو الفضول اللي كيجذبو انه يسمع الحوار ديال الملحدين وعلاش هو داخل عند الناس اللي هما مختلفين عليه مادام ان جابوا الفضول كيطرح خي اوبا هاد الاخت هادي راه مع الناس دابا كيشوفوا هاد لو تيتغ هاد هادي باينه فيها مسكينه ما عارفه والو غا شافت قالت شنو هادي تيقولوا دخلات بغات تسول مسكينه هي تجي هاد الترشيم ديال اريا وصافي. زول الاخوان مساء النور. سمعوني مساء السلام عليكم. زول زول على ذكر داك ياسين العمري انا اللي ما فهمتوش وهو انه شد واحد الجماعه المغاربه في المسجد وتتعرفوا المساجد راه تابعين للدوله وتيقول لهم عليكم بغزو الكفار وايلي بغزو الكفار وحتى واحد راه كاينين المئات معاه وحتى واحد ما قدر يجاوبو ويقول له ودي كيفاش حنا المتخلفين غادي نمشيو لغزو روسيا ولا اوروبا ولا امريكا. ما فهمتش هاد القطيع هذا كيفاش تيفكر. وثانيا كيفاش الدوله سمحت لهاد السيد يدوز هاد السموم هادو في المساجد اللي هما تابعين للدوله بحالو بحال داك القرض ديال داك رضوان داك ولد تطوان اللي كان اللي عنده الاعدادي ودابا تيعطيوه تيدير مناظرات في الجامعات المغربيه. واش ما تشوفوش بان المد الالحادي اللي ولا تيكثر في المغرب تيشكل خطوره على الدوله وبذلك سمحات لهاد الدواعش يستعرضوا العضلات ديالهم في المغرب؟ لا لا صديقي لا لا انت شي مد الالحادي وحاجه هذا في الخيال ديال الافتراضي بوحدو هذا شي افتراضي كيبان لي انا فيرتشوال قرار ديال الدولة راه هم ملحدين راه غير ما لقاوش كيفاش الدولة راه ما عندها لا اخلاق لا الدولة هي واحد سهلة عليها. علاش علاش تسامحات مع هذا الداعشي اللي مرر هذه الخطابات؟ نكمل لك الميساج. الدولة عندها تيران
فراقي كلهم كيلعبوا فيه. هي مع الربحة، فرق الربحة راه الدولة ديما تتأيدها، هذا ما كاين بزاف. المسألة ديال العامري وهادو كان عندهم حاضنة شعبية، الناس كتبغي هذاك الشيء لأن ديجا ما كيلقى الصعوبة. أصلا الإنسان وارت واحد الفكرة معينة أنه كيكبر بها، ديجا كيجي هو كيلقى سهلة، كيدخل من ديك الناحية وكيمرر الخطابات ديالو وكيمرر لي ميساج ديالو اللي بغي يمرر، وهذا ما كاين. أما حنا راه مساكن، حنا ديما تنجيو ديما الوسط، من إنسان سكيل داك اللادنية سال عقلانية أو إنسانية دون نزع الإنسانية، فديما تيبقى الوسط وسط هاد الأفكار كاملة وسط هاد الأيديولوجيات كاملة وسط هاد التوجهات الفكرية كاملة اللي كينا وحتى ما كين حتى السياسية منها. شكرا الإخوة. ولكن تشوف الدولة بأنها تتنصل من المسؤولية ديالها. واش هي هاد الناس هادو اللي في النظام، واش ما قدروش يصارحوا الشعب تيلعبوا معاه بالنفاق؟ علاش؟ إذا صارحوا الشعب غادي تنوض واحد دابا غادي تكون النظام باغي يمشيو على حساب داكشي اللي تيبغي الشعب. لا ما هذا خطأ فادح، خاصهم يصارحوه، وهاد الخرافة خاصهم يديروا لها الحد، لأن أول من غيتضرر هو النظام. من هنا لواحد السنوات المقبلة راه هاد التعابين اللي تيتربوا من بين في دارها راه غادي يقرصوها هي الأولى. هادشي باش تنشوف أنا داك القرض ديال رضوان داك التطواني اللي ما عندوه الإعدادي وكان شفار، راه كان تيكريسي العيالات هذاك مع قليولك وضعيف وما عندو الصحة، راه كان شفار، راه كان تيكريسي غير العيالات وما رجال ما كانش يقدر عليهم. خصك تعرف واحد الحاجة بهذا بالدولة، الدولة هي واحد المسألة سميتها أو بين قوسين. الأخ أوبر، أخ أوبر معليش قرب شوية المايك باش نسمعوك مزيان. نعم أوسد، غي قرب شوية المايك باش نسمعوك مزيان. أوكي، الدولة هي بين قوسين قبل أن يرتد طرفك، خذها من عندي قبل ما تفكر. الدولة قلت لك ما تفكرش بالطريقة، الدولة عندها مفكرين ديالها، عندها مسائل ديالها كتشوف بعيد، والتيران راه مليوح لكل شيء، يعبر الإنسان كما بغى مادام ما كاينش ضرر على السلم الاجتماعي. إذن هو مجرد تعبير، واي واحد كي قلت لك انا راه غير قبل ان يرصد طرفك قبل ان يرصد لك يعني يلا تقرب راه قرقلب. المهم الدوله هي هذه هكا بحال هكا، جميع الدول هي كتخدم بهذه الطريقه، ولكن الدوله المغربيه اظن افضل من هذه. اظن ان حتى الحريه اللي كاينه في المغرب راه كاينه حريه، الانسان كيعبر على الاراء ديالو على الافكار ديالو من خلال بزاف ديال المشاهد اللي كنشوفو حتى في ريزو سوسيو. مقرش واحد تعادى ولا، ولكن ملي كتوصل لواحد المسألة ديال انك ضر الناس الاخرين او ضر الانسان او ضرر مادي تلحقو بالاشخاص او بالافراد، هنا الدولة كتوقفك عند حدك كما بغيتي تكون مفكر او كما ما بغيتي تكون. فالدولة دائما حل الثلاجة كتحفظ، يعني أي واحد راه كتحفظ ليه المسائل ديالو كتسنى في لقاء آخر. هذا ما كاين، أنا هذه وجهة نظري أنا كيفاش كنشوف الأمور، أنا كتجبل لي الأمور. أنا كملحد راه ما عنديش الحرية في ديك البلاد، خاصة أنه راه عندنا واحد مجلس علمي اللي تيترأسو أمير المؤمنين أفتى بقتل المرتد. واش هذا مجلس علمي ولا منظمة إرهابية؟ راه أنا كو كانوا عندي الإمكانيات والله تنمشي نشكيهم في الأمم المتحدة، ولكن للأسف كيفاش في القرن 21 وتقول لي أنا ككافر وما مقتنعش بالخرافة القريشية تقطع لي راسي، تقول لي كاينة الحرية في المغرب؟
حنا كملحدين ما عندناش الحق في ديك البلاد. ما نكذبوش على رؤوسنا. لا لا ما كاينش هادشي اللي كتقول انا. غير هو هاد المساله ديال قتل المرتد. اش داير الاخوان؟ انا تلغات جو بونس في 2018 الا ما خفت نكذب. خرجوا بواحد القرار وكنا دوينا عليه نيتش جل الناس ذو النزعة الإنسانية والعلمانيين والناس اللي لا دينيين كاملين أننا صفقنا على هذه المسألة وأنها مزيانة أنها خطوة جيدة أنهم ولكن قلت هذا ما عرفش أنا واش نزلوا شي قرار آخر عاوتاني. أنا ما عرفش غير ذلك الشطاحة دي البن كيران اللي كيخرج هذه الأيام هذه ما عرفش شو بونس. أما المسألة ما تلغاتش. سلام الإخوان أخي يفتم، بالنسبة لهذه النقطة الأخيرة اللي شرتي أنت كملحد ما عندكش مكان داخل المجتمع المغربي، المكان ديال كل فرد منا يعني اللي يعاقب الخرافة وبالدين يعني هو اللي خصو يخلقها لراسو. كيفاش؟ لأن علاش غادي نقول لها كيفاش خصو يخلقها لراسو مادام الإنسان المجتمع المغربي مازال 99% المجتمع المغربي حتى وإن لم تكن متدينة تتظاهر بالدين وتعمل في مصلحة الجماعة. يعني إلا شافوا شي واحد شي حاجة اللي ماشي هي هذيك وخا ما تيآمنش بها باش هو يكون عنده ديك الارتباط ديال داخل الجماعة تيعمل ديك السلوك ديال الأفراد اللي تيمثلوا الجماعة. إذن باش يحمي هذاك الإنسان الملحد ولا إنسان اللي عنده واحد العقيدة معينة تتختلف على يعني على المجتمع هو أنه مثلا تيعيش في واحد النوع ديال السرية مع ذاته يعني في داخل المجتمع تيمارس العادات ديالو يعني الطقوس ديالو إما دين ماشي بالضروري ديني مادام هو ملحد يعني تيحاول يخلق السلم ذاته داخل واحد المجتمع. وكيفاش غادي يضمن مثلا مثلا القوة ديالو مني غيتلاقى مع ناس اللي عندهم نفس الفكر ونفس المنطق ويكونوا تيخلقوا تاهما واحد الجماعة. وحنا في هذه المسألة هذه عاد في البداية ديالها لان الالحاد راه ما كانش شي واحد في شي غور في شي قبل 10 سنين ولا 15 عام تيطلع يقول لك انا اكفر بدين محمد وامن بانه يعني مرحله من المراحل التاريخيه مني وجبد ما كان حتى شي واحد. ولكن دابا الان بفضل يعني لي ريزو سوسيال على الاقل واخا فيرتوييل تنحسوا بان كاين حضور ولا كاين وجود ديال الناس اللي ترفضوا هذاك الدين وترفضوا هذيك الخرافه. والعمل ديالنا هو مثلا اننا يكون واحد يعني العمل جماعي نخلقوا جماعات نخلقوا وتكتلات صغيره ونحاولوا ننشروا الافكار بان هذاك الدين راه خرافه عمل إنساني إنتاج إنساني ويتبت وتشجع الناس الدخول لهذا الغرف ولا يعني تعطيهم معنوين ديال الناس اللي تيعطيو معلومات عندهم دراسة معمقة فيما هو ديني ماشي في حالي أنا لست متعمقة في الدين ولكن تعجبني بحدا مني تنسمع ألوهيم تيهضر على ما هو ديني يعني عنده واحد دراسة يعني عميقة جدا وفي أي تساؤل تيعطيك واحد الجواب اللي من داخل الدين. أنا تنعرف غير من خلال الكتب اللي قريت من خلال شي حاجة ولكن تنحب التعاطف مع الناس اللي مثلا خرجوا من هذاك الدين وتنحب نشارك الأفكار ديالهم ونعطيهم حتى الأفكار ديالي وبهكا غادي نخلقوا حتى حنا واحد الفئة داخل المجتمع. أما دابا كفرد راك غتخلق غير يعني غتخلق صراع وصراع جماعة ضد فرد معين راه مسألة خطيرة يعني تتأدي بنفسك للتهلوكة. وهذا هو هنايا ديك القضية كما تياخدها المؤمن التقية انت غتاخدها احتياط من أجل الاحتياط من أجل السرية باش تبقى انت في ذاتك. ولكن الحياة في المغرب يمكن لك تعيشها
تعيشها كيف ما بغيتي. حنا انا شخصيا عايشه في الغرب، ولكن ملي تنهبط للمغرب تنعيش حياتي يعني حره في داري مع الاسره ديالي اللي تيعرفوني بانني هذيك المساله ما تطلبوش مني نجي نصلي معاكم ولا نمشي الجمعه ولا شي حاجه، ما كايناش. ومسائل الحياه الثقافيه ديالي تنشوف تنختار شنو تيلائم الفكر ديالي تنختاره من داخل الوسط المغربي، لان الثقافه ديالنا واخا مخوده من التراث الديني عندنا واحد العاطفه، عندنا واحد يعني واحد الاحساس تجاه الوسط ديالنا وهو المجتمع ديالنا بالثقافه ديالو بالناس ديالو بالطبيعه ديالو بمجموعه ديال المسائل اللي فيه ايجابيه ويمكن الانسان يستغلها وياخذ ينتقي الاشياء اللي غتلائم السلوك ديالو ويعيش معها ويتعايش ويبحث عن الناس اللي تشكلوا الطرح ديالو. يعني انا هذه الفكره ديالي، وتنظن الاغلبيه حتى واحد فينا ما تقدر يشعر بانني انا كافر امام الجماعه ويقول انا ما عنديش بلاصه داخل المجتمع. مني غادي يكون واحد الحضور ديال واحد دي بيتي غروب غادي يبقى يتوسع القاعده الان مازال ما كايناش، مازال يعني داك الشيء قليل. رحنا تنعرفوا بعضياتنا غير من خلال لي ريزو سوسيو، ولكن ما تنعرفنا حتى شي واحد شخصيا. بحال دابا قلنا حنايا كاملين تيعجبنا بيالير، تيعجبنا مجموعه الناس اللي تينظروا في ما هو ديني، ولكن شخصيا ما تنعرفوهمش. ولكن فكريا تنفتخر بهاد الناس اللي تيدعموا لنا الافكار ديالنا ويقدموا لنا يعني النتائج الحقيقية اللي توصلوا لها هما من خلال البحث ديالهم في ما هو ديني، وحنا اللي قالوا وجدناها كفاكهة فوق واحد اللي قال واحد الصحن ذهبي اللي كان تيتلائم مع الأفكار ديالنا، ولكن بحكم ظروف معينة ما مشيناش في هذاك الطرح ودرنا اجتهادات اللي اجتهدوا فيها هذوك الناس. وتحياتي للجميع وشكرا. انا بغيت نهضر على اخي وبدا بغيت نسولك، انت هضرت على الحريات وكذا ما كايناش في المغرب، بغيت نسولك سؤال واحد غادي نمشي بحالاتي. هو لا تعطاتك الحريه في المغرب شنو غادي تبدل في حياتك؟ شنو غادي تقدم لنا وشنو غادي تفهمتي شنو التطور اللي غادي يوقع لك في المغرب ولا المهم؟ والسلام اخي. الاول وبدا بالنسبه للحريه ديال المغرب، المغرب تيعيش واحد انك تفتح عقلك وميغمو غير ديك المرحلة انك تشعل واحد الشميعة عقلك يد مفاتح. فانا هنا هذا راه انجاز بحد ذاته، وكون على يقين من هنا كيبدا الابداع، ومن هنا غتلقى بزاف ديال الاشياء اللي كانت غائبة عنك وكانت فيك وعندك وغائبة غير مجرد انك لا 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 شاسمع ما كنهضرش على راسي، انا كنهضر عليه هو، بس فهمتي انا مسلم ما هذا هو قال لك ما عندوش حريه في المغرب ومضطهد وكذا وما كاينش حريات ومقموع. انا بغيت نسولو شنو غادي يوقع في حياته، شنو غادي التغير اللي غادي يوقع في حياته ملي غادي نعطيو له هذه الحريه اللي هو باغي، شنو هو التغير اللي غادي يوقع له ملي غادي نعطيو له الحريه ديالو. منيش التطور ولا واش عرفتي الخطوره ديال انك تفرض يلا علاش باغي الحريه؟ لا علاش باغي الحريه ما كيهمكش التغير؟ تفرض الوصايه عليا، شتي الكارثه ديال هادشي تتقول انت انني باش انني نمشي برا وفي رمضان ندخل الباتيسري وناكل على راحتي ويجي واحد الكاهن ولا واحد تيهضر باسم خالق الكون ويقولك لا ما عندكش الحق، واش هادي لا عندك الحق تعتبر سليمة؟ هادي هذا تصرف سليم؟ لا ماشي تصرف، اش بينك وبيني انا؟ ها ماشي تصرف سليم. لا صراحة ولا انت ما عندكش قيمة في هادشي، انا راه عندي قيمة كبيرة، فين ما نمشي ناكل على راحتي ونشرب على راحتي ونطاسي على راحتي. لا لكن كان الدولة عنده الحق، انا من نجي كيفاش؟ واش الدولة اللاهوتية؟ ها وحيش غنى هذاك الجماعة تقرر، لكن نحن الماجوريتي بغينا دولة لاهوتية ما شغلنا هذا. إلا الجماعة قررت تلقى الناس ما هذاك هي هذاك هو المعيار اللي تبيع، إيش هذا الغباء ديال ما عندكش شي واحد الحق أخي يسألك، ما عندكش شي حد الحق أنه يسولك علاش كتاكل
وعلاش كتمارس الطبيعه ديالك خويا؟ الديمقراطيه هي هذيك، نتوما كتنادوا بالديمقراطيه، راه هي هذيك الديمقراطيه، الاغلبيه كتحكم بالاقليه. خيمي خيمي تختار الاقليه ما تحكمها، والاقليه هي اللي كتفرض راسها الا كان عندها الجهد، اما ما كانش عندها الله ديالها. علاش كناكل في رمضان ولا علاش كنكمي في رمضان؟ سمعوا 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 وقال لكم كيتم الاضطهاد ديالها. اها هبطوا هبطوا هاد الكلبه هبطوا. قال لي لا انا كنعطيك كنعطيك الوقائع، كنعطيك زعما. وقال لك الجماعه تحكم، سمعت شنو قال السيد؟ بالنسبه ليه هو الفكر ديالو هو المنطقي وهو اللي عنده الصح وهو الاحق، والاله تواصل مع محمد وهو اللي خصو يطبق الولايه على الرجال وعلى النساء، هو اللي خصو وحده بانت لي خارجه لابسه جيم راها عاهره، وهو اللي كيبان لي واحد هز قرعه ديال الشراب راه كافر وراه حرام وراه هو. خويا الا عندك شي معتقد وباغي تامن به امن به، حنا راه هنايا راه ما جايينش نقول لك بدل المعتقد ديالك، حنا كنقول لك واحد الاقليه في المجتمع. خليني نكمل الفكره ديالي جو، كاينه واحد الاقليه في المجتمع ما حاملاش المعتقد ديالك، واش باغي نشدوه ودكسوه لينا في بزز نخشيو نطلعوه معانا المعتقد؟ ما بغيناهش. واش كاين شي حد في هذه الكره الارضيه كاين شي دوله متحضره وعرفتي انت يا اوروبا والامريكان امتى عطاو حريه المعتقد؟ عطاوها في 1700 ميلاديه، يعني 200 عام والمغرب باقي ما قادرش يعطي حتى حريه المعتقد. علاش؟ حيت بالنسبه للنظام راحنا حاكمنا امير المؤمنين، وحنا راحنا دوله كنمثلوا الاسلام، ومني كتقلب في الاسلام شنو كتلقى فيه؟ نكح 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 صغيره، نكح ما طابالك، نكح ملك اليمين، سبي قتل ذبح تفرقع. وعلى اساس نتوما كتناديو دابا خليني نكمل خليني نكمل. بحالك اللي كيجيو يدافعوا على داك الفكر المتطرف، هما بحالك اللي كيجي واحد النهار كيأنبوا ضميره ويتزنى مع شي وحده وكيمشي يتفرقع لينا في سونتر فيل. فما تجيش اخويا تقول لي نتوما الاقليه المضطهده. هذا اختي ما تبكيش علينا ما تبكيش علينا، شكون اللي قال لك بان الاسلام؟ هضر لك على نقطه قلتيها انت، اللي جاي كتهضر كتقول الاقليه المضطهده، اللي مضطهد في عقله وبحالك اللي مضطهدي انا. علاش؟ حيت انت بالنسبه لك باقي كتكوز وباقي متبع واحد الايديولوجيه 1400 سنه هذه كانوا كيمسحوا زكاكهم بالحجر. فما تجيش تولي على اضطهاد وانت متبع واحد كان كينكح البنات الصغار وكان كينكح مرت ولده وكان مسخ في الجزيره العربيه، وتجي تقول لي انت يا مضطهد وكتغبني. راه انت اللي خصك تغبن ليل ونهار السيمي، بحالك راه خصهم يبقاو يبكيو الدم حيت متبع الوسخ ديال الصحابه والوسخ ديال حاليا انا اللي مرتاح وانت اللي معصبه. شوف شوف انا كندوي لك وكنعطيك منقع كبير، حيت نتوما ما بقيتوش باغي النقاش الحضاري، نتوما وليتو جايين كتقول لنا الاقليه المضطهده. اللي مضطهد راه مضطهد في عقله، واللي مضطهد هو اللي كيجي وسط واحد الناس وكيقول لهم انايا تبعوا ديني او لا نطرطق وسط منكم، هذا هو المضطهد. شكون اللي قال لك هذوك ما كيمثلوش الاسلام؟ هذوك هذوك حنا متبرئين منهم، علاش تدخلي فيكم واسمع هذا راه كنتم مضطهدين الاول. انت هو الوزير باي بلاتي بلاتي انا كنعطيك الواقع كنعطيك الواقع. اما ونظموا دابا شكون واش مي ولا الاول؟ واش نتوما واحد ولا جوج ولا حنايا كنسمح حنايا؟ كاين كاين نولوجيك ومي والاول هما اللي كيدويو مع اريا. دونك واخا انا ادمي هو اللي سمعته كيقول مطا كتكون مطا. ما كندويش على الاسلام اصلا، فاش كندوي لك على القضيه ديال الاضطهاد ما كندويش على الاسلام، كندوي لك على المجرى ديال التاريخ. دابا انت انا كنغرق انا عاد فقت دابا غادي نوض للصاله نجلس تاع الريزو كيمشي هنا كاع نفتح عيني دابا كمي شي واحد فيكم باش نتفوق غير ما تهبط. كيفاش اخويا الاول مي اتفقوا على كلمه واحده، حنا راه ما غندوش نشدو جوج مذاهب ديال الاسلام وكل واحد ناقشوا معاه الاسلام في شكل الاسلام اصلا كون كان صحيح غيجيب منطق واحد وغيجيب هضره واحده، ماشي الشيعه كيقول لك شدها علقها من هنا والسنه كيقول لك فلقها من هنا والمالكيين كيقول لك لا ما تضربش ما تضربش ما تفرقعش، كل واحد كيقول كلمه. الا عندكم واحد الفكره واحد الاسلام سيروا بيناتكم تجمعوا في واحد الجروب ناقشوا اسلام واحد تفقوا عليه واجيو. حنا هنايا كنتاقدوا الاسلام اللي
ديال الجهاديين ديال المتطرفين اللي باغين يمنعوا الناس من الحريه الفرديه ديالهم، اللي باغي يشد لك الاسلام يدكولك صحه يخشي لك باي طريقه في دماغك وانت يا ما باغيش وانت يا رافضه. حنا هنايا ضد هذاك الفكر المتطرف، اللي غيجي يدافع على الفكر المتطرف يتحمل مسؤوليته، حيت غادي يسمع غادي ننتقدوا المعتقد ديالو وغادي ننتقدوا بطريقه خايبه، واللي كيحترم راسو كيقول لنا لا ما نتفرقعوش، لا ما نضربوش المراه، لا ما نكحوش صغيره، راه كنحترمو. تفضلوا خويا تفضل. دابا انتينا كيفاش اخويا كتقول لنا الاضطهاد تكونوا مضطهدين؟ كيفاش اشرح لنا نكونوا مضطهدين؟ خصنا نكونوا مضطهدين. لا انا كنقول لك على مجرى التاريخ فاش كتكون شي اقليه اللي متفقاش. دابا انت نضرو انا وياك على راسك، خلينا من التاريخ خلينا من القانون. انت كتشوف واحد الانسان، نضرب معايا انت بالعقل ديالك، انت كتشوف واحد الانسان بغى يشرب قرعه د الماء في الشارع جا العطش في رمضان ولا ما صايمش، هو ما صايمش ما كيتفقش معاك في داكشي اللي كتامن به، انت كتشوفه ما خصوش ما عندوش الحق يدير هادشي هذا؟ مشي لدارو اخي، مشي لدارو، حنا راه في دوله مسلمه وفهمتي. مش كنت ماشي ما سولناكش انت، راه القانون جا كتب الاول كتجاوب انت الاول ولا كنت زعما وجاي حيت بسمي راسك الاول خصك تجاوب الدار الاول اسمي انت راسك الاول وبقيتي حتى الاول ولا كيفاش حيت تيقتيها ارتاح انت اخويا مي كيفاش سولتك جاوبني على السؤال. هو راه كنجاوبك كنجاوبك، واش هو اللي سبق تزاد ولا القانون هو ذاك القانون اللي كيقول ان الافطار العلني راه مجرم، واش هو اللي سبق ولا داك خينا اللي مكتوبه الافطار العلني مجرم هكا عندك انت في القانون ولا كيفاش؟ لا ما كندويش انا على القانون المغربي، راه المغرب واخا انت كي جاك هذا القانون اتفق انت مع القانون؟ انت كي جاك هذا القانون بعدا متفق معاه عاجبك؟ لا كندوي لك كاين قانون في الشريعه شي دوله راه كاين القانون، القانون دابا كاين ليك لرمضان انا عارفه. انت بعدا جاوب كنسولك انت شخصيا واش انت عاجبك هذا القانون؟ انا متفق مع عادي جدا، حيت السيد الى القانون محطوط ما عنده حتى شي مشكل، الناس راه صايمين كي كيدي واحد بحال قلت واحد اذا اذا انت مع القانون واخا ما عليك شي طريقه واحد في الناس جو هادو كيتبعوا القوانين بلا ما يشوفوا حتى شي ضرر. دابا انا لك ليت انت باش تضررتي جاوبني هشام، كديروا بحال داك البلان ديال الدريس كتقول وامي بليز شوف انا سولتك كاين ضرر واحد النقاش واحد النقاش واحد السلام عليكم. واش هذاك القانون انت بعدا اخويا مي واش كيجيك فيه شي ظلم فيه شي اعتداء ولا قانون زوين؟ انت جو جو الغزال وي خويا لفام اخويا لفام الوقت كاتي باغا دوي لا سلمت علينا وصافي ليا اللي غيهضر غيدوز مداخلة ديالو في موضوع الجهاد وعلاش المسلمين كيستنكروا الجهاد وغيدوز المايك، حيت ميمكنش لينا نبداو نهضروا مع واحد يقول لك اقلية مضطهدة ويبداو يشوف لك شي فلسفة وهما مع بعضياتهم ما متفقينش على حاجة وحدة. انا بغيت يجيني فاس عليها كنهضر معاه هاد مي هذا، انا خويا راه شدوني البوليس وعاقبوني، انت واش بان لك تعداو عليا ولا انت كتشجعهم على هادشي هذا؟ لا ما جاوبني اخويا كنشجعهم اخويا. ها كنشجعهم على هادشي والقانون شكرا نامي على المشاركه ديالك ابراهيم، انت خويا كنت واحد النقاش عندنا شي حرج ما عندناش حرج لا من صافي شكرا نامي فهمنا الفكره ديالك واحد النقاش الله يرحم والديكم واحد النقاش. تفضل ابراهيم دير المداخله ديالك في موضوع الغرفه اخويا. واخا سولني الموضوع ديال الغرفة راه مكتوب، لماذا المسلمون يستنكرون الجهاد ويستحون من دينهم؟ عطينا المداخلة ديالك تفضل. المسلمين ما كيستحيوش من الدين ديالهم وما كينكروش الجهاد. تحياتي. من تفتح باب الجهاد نشوفنا حنايا هنايا موجودين معاكم وقاش ما بغيتي. والحمد لله وما كيستحيوش الدين ديالنا. الحمد لله. باش تنتي تقولي لنا الموضوع ديالك ديال الجهاد، تفضل اخ ابراهيم فسر لينا اكثر شنو هو الجهاد وفي من غتجاهد شكون هما الناس اللي غتقتل مني غادي تمشي تجاهد، قولي لنا اكثر باش نفهموك نفهموا الفكره ديالك.
شو تنام ولا ترجم قول لي اشرح لي انا جاوبك سالني عندي فكره عامه انت بالنسبه لك الجهاد مزيان وقلتي انك مستعد جاهد قول لينا مثلا في من غتجاهد واشنا هي الطريقه اللي غتجاهد بها واش غادي تهز موت وغتمشي تقتل او لا غتهز فردي بحال هكا وشكون هما الناس اللي غتقتل باش نعرفوا الفكره ديالك اكثر تفضل مثلا انا خايش على واحد القرار في رمضان انا واش تجاهد فيا الست طنجاوي ديالي تجاهد فيا كازا براتا شعلوان اش بالك هذا ميت ماشي جهاد هذا غنطبق عليك حد الله اما الجهاد الله حد الله الافطار العلني شبر عطيك واحد 80 جلده سمعتيني وندخلك واحد 3 شهور من الحبس ايوا نخرجك عاد عاود نعاود لك دابا انت غادي تفرقع لا تاخويا ديالي دابا دابا باقي على شمو اخرى هذا من بعد دابا خويا ابراهيم اخي ابراهيم مش من حق انت غادي تعاقبني اسمك شكون انت هادشي راه مسجل ابراهيم راه مسجل شو سجل بصحتك سجل اي ما تخلعوش شوف سجل اللي بغيتي يلا قول لي سي ابراهيم اللي كيتجاوز حدود الله عز وجل مش من حق غادي تعطيني 80 جندة واش اي واحد من الشعب ولا انت عاد اللي كتحكم كيفاش درتي هاد 100 جلده ولا 80 علاش 80 او ماشي 100 الاخ ابراهيم غادي نرجعوا لك دابا شويه من يتقاد الجواب ديالك راه مهم عاود الاخ فينيل في الدور الا بغى يقول لنا على مداخله في موضوع لماذا المسلمون يستنكرون الجهاد ما راه عندي في الدور نو فينيل تفضل اخويا وي اريا غير هاد السيد دابا اللي تهضر على شي واحد فطر رمضان وقال لي غيطبق فيه الجهاد يطبق فيه ما سميتو حكم الله ولاتي ولا كان هذاك السيد مثلا اوروبيا وتيفطر ما غيدير ليه والو بل ليه غير داك اللي عنده سميتو الباسياس ديال عربي ولا مسلم هذا كيطبق فيه الجهاد ولا هذا النصراني ولا اليهودي لا ما غاديش يدير ما يدير ليه والو بغيت يجاوبني على هذا السؤال ميرسي ابراهيم هات المايك عافاك وطلع عندي نو في الدور نو تفضل اخويا قول لنا لماذا المسلمون يستنكرون الجهاد وهل يستحون من دينهم قول لنا مستحيوش من الدين ديالنا بعد اول حاجه هذه باينه وعندي واحد السؤال انت انك انت كملحد واش تقدر عندك الشجاعه باش تخرج الزنقه وتقول هذه الهضره اللي كتقول من وراء الشاشات شكرا الاخ نوع للمداخلة لا ما عندناش شجاعة حيث كان عيشو ما عندناش شجاعة حيث المسلم هامش شكرا الاخ نوع اللي دخلوا دار مداخلة انا عندي الشجاعة خيبي يلا ودابا كنسقه وعادي وكان دي المداخلة باش ندوزو الدار حيث بزاف ديال الناس باغين يهضروا كان عندي دي جي اخت اريا فين حطوا المداخلة ديالنا ما تبقاش تحل اول انت من ورا دي جي غنعطيك المايك من ورا دي جي دي جي تفضل اخويا لماذا المسلمون يستنكرون الجهاد ويستحون من دينهم في المداخله ديالك نبغيك تهضر على بزاف ديال النقاط مثلا نتايا كمسلم في من غتبغي تجاهد ولا بالك شي حد اشنا هو امتى غادي تضطر انك تمشي مثلا دير حد دير الجهاد وفهمتي نبغيك توسع الفكره ديالك باش نفهمو اكثر تفضل اول حاجه السلام عليكم خصكم تعرفوا بلي المسلمين ماشي كاين بزاف ديال لي كاتيجوري انا كمسلم ضد جهاد الطلب يعني انني نمشي مثلا دوله حدايا ولا ناس حدايا عايشين بخير وعلى خير عندهم مود دو في ديالهم نمشي انا نفرض عليهم ولا ندير لهم انا ضد هذا الشيء الجهاد بالنسبه لنا بحال اي جهاد يعني الدفاع بحال اي دوله بحال سميتو انا نسميه كذا انا هادي بالنسبه لي ما كنستحيش من هذه القضيه هادي بطبيعه الحال كما قلت لكم انا جهاد الطالب ديجا فيه نقاش فهمتيني وانا ما متفقش معاه عرفت شنو تكون جاوبت عليكم ولا نزيد نوضح المهم الفكره واضحه شكون اللي جرى عليا الروم
الاخوان باش نزيدو نحيدو الشبهه ديال الاختلاف. نتايا من وراك الدي جي كاين الاول، ولكن باش نحيدو الشبهه ديال الاختلاف وهذه غادي نقولوا الايه القرانيه اللي هي ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراه والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعتكم الذي بيعتم وذلك هو الفوز العظيم. يعني كاين آية قرآنية كتقول المسلمين خصهم يقاتلوا في سبيل الله يعني يديروا الجهاد. تفضل الأخ الأول قول لنا الفكرة ديالك في موضوع الغرب. أنا كنتفق مع الإخوان كامل، عادي الجهاد، إحنا مسلمين نقدروا نجهدوا في أي لحظة تطلب منا الجهاد وكان ضرورة علينا وما كان استحيوش بالدين ديالنا، فهمتي؟ وبغيت غير نقول واحد الحاجة، ما فهمتش أنا نتوما ما كتبانوليش باغيين ديروا واحد المناقشة، ولا كتبانولي بأنكم غير باغيين تشبعوا واحد الرغبات ديال السلطة والتفوق على خويا. أول تسمح لي نشرح لك خويا، أول تسمح لي نشرح لك الإخوان بليس دو المايكات باش نشرح لك إبراهيم. إحنا هنا ما كنديرش مناقشات ثنائية، اسمحوا لي الإخوان نرد عليكم، نسد لكم المايكات. إبراهيم تحط لي الرأي ديالي على جنتي، تحط ما يطلعش عنده خاسر، أنطلعوا من بعد من يقدر. شوف أخ الأول، حنا هنا ما كنديروش نقاشات ثنائية، إلا بغيت تناقش نقاش ثنائي مع واحد في الإخوان غادي تواصل معاه في الخاص، غادي تقول لي بغيت ندير معاك نقاش ثنائي، غادي تدخلوا غادي تناقشوا جهاد. ما درتش غير باس غير باس، حنا هنايا ما كنناقشوش، حنا هنايا كنديروا مداخلات. الا بغيتي تدخل عندنا غادي دير مداخله ديالك في الجهاد، غتقول لنا انت كمسلم واش كتستحي من الجهاد ولا ما كتستحيش منه، وامتى غادي تجاهد في واحد الانسان اخر قدامك مهما كان المعتقد ديالو. فقط يعني حنا ما هنايا ما كنديروش ما كنتحتوش ما كنديروش الخبير. من وراك عندي اخ ميكافيلي، تفضل اخويا. بونسوار عليكم. انا كمسلم ما نقدرش نقول اني استحي من الجهاد، بل بالعكس انا اعتز بالجهاد، جهاد الطلب وجهاد الدفع في الاثنين. يعني رغم انه في الوقت اللي رانا فيه جهاد الطلب غير موجود، وهذا الشيء مؤسف، يعني نتمنى انه يرجع. لكن انه انسان مسلم يطلع وينكر الجهاد ويقول انه جهاد الطلب ما يعجبوش ولا ذيك الحاجه ما تعجبوش، يبدل دينه ببساطه وما يتعبش الناس وما يتعبش روحه. شكرا ميكافيلي. مشكلة في الدنيا عندك بالنسبة للناس اللي معانا تسمعوا ما عارفين شنو هو جهاد الطلب، تفسر لنا شنو هو جهاد الطلب. شنو هو جهاد الطلب؟ العدو في دياره، اي في ديار الكفر، حسب الآية اللي تقول لك قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. يعني جهاد الطلب مش هتروح مثلا تقاتل امريكان، قاتل اسبانيا لحذاك مثلا ولا فرنسا، ولا ما تروحش امريكان، روح كي تسيطر على اسبانيا ولا فرنسا، روح اللي بعدها انجلترا اللي بعدها حتى تلحق امريكان ستيب باي ستيب. اما كانك تروح لبلاصه بعيده وتخلي الكفار لحداك، هذا هو يقول له كما تقول الايه، تقول لك قاتلوا الذين يلونكم، يلونكم يعني اللي لحداكم بجنبكم. ممكن تقتل ولدك الى ترك الاسلام ميكافيلي؟ لا لا، ما تقدرش تقتل ولدك اذا ترك الاسلام، القانون القاضي والمحكمه الصحابه كما الجواب تاعي يصبر برك، ودك المحكمه اللي تحكم عليه بالرده ويقام عليه حد الرده. بصح حنا في الدول تاعنا ما كانش محاكم تاع الدين ولا تحكم لحد الرده، اذا ممكن يدخلوا الحبس ما باليش كل دوله كان يدخل. مؤسف مؤسف انهم ما خلاوكش تقتل ولدك هيك بعدا، مؤسف جدا ولا مؤسف جدا. كون كنتي خليفة قتل ولدك ياك، خلينا نكمل براقة كيعود كافر شو تدير بالرصة نتاعو، ما عاش ولدك اصلا. نوح وزلافي ولده كيعود كافر زلافي عادي. قلت لك اللي ينكر مثلا جهاد الطلب ولا ينكر الصوم ولا ينكر الزكاة هي في الحقيقة راه مرتد، هذه ببساطة هذا إرهابي الإخوان. هو كان شخص من فاطمة، هو كان إنسان ولا كان، واش أنتم كتصنفوا البنادم من العدم الإنساني من دين أمه؟ بغينا نسمعوا إلا سمحتوا لي. هذا الأخ بحال ميكافيلي كنحتاجوه بزاف، حيت حنا كنحتاجو الناس اللي كيطبقوا الدين ديالهم واللي ما كيستنكروش. وأنا كنحييك أخويا حيت جيتي وقلتي لنا الصراحة وقلتي لنا الدين ديالك بالحذافير ديالو، وما قلتيش لنا لا ما كاينش الجهاد لا ما هذا لا يستحي من دينه، هذا لا يستحي، هذا هو المسلم القوي.
كنحتارموك اخويا ميكيافيلي على الشجاعه ديالك والصراحه ديالك. من بعد في الدور عندي اخت سكينه. اخت سكينه تفضلي، لماذا المسلمون يستنكرون الجهاد ويستحون من دينهم؟ نقول بعض المسلمين. تفضلي اختي معنا. سكينه ربما ما معناش. سكينه معنا ما معناش. عندي في الترتيب غادي نبدا نراجع من التحت. عندي فاتي. فاتي اختي معنا. فاتي السلام عليكم. اهلا فاتي. دايره بخير؟ ما عندي ما نقول انا صافي. خلي هذوك الناس يهضروا صافي. شغل حاجه وحده بغيت نقولها نزيد نقولها جاتني دابا في بالي. راه ممكن ديروا السينيال وتقولوا بلا راه هاد الناس تيحتوا على التيروريزم وعلى الاضرار بالناس. ممكن تقولوها. كاين واحد التعليق تتعلقوه الكلاب هاوس صافي وتي يطبقوا عليهم هما الجهاد الطلب. لا حنا ما نديروش هذا الشيء. هذا لا راه كاين ماشي هما الارهابيين نفسي. هما ماش كيشجعوا على الارهابي. هما كينشروا الدين ديالهم فقط. كيشجعوا الاسلام. ميكيافيلي دابا انت يعني مع قتل الكفر الحربيين وسبيني ساعي صح؟ اكيد طبعا. والله اتمنى يرجع الزمن الجميل زمن اسواق نخاسة وتباع الاوروبيات. صرت جوتك انا ماش نجيب من راسي. صرت جوتك اليوم اصلي يا سولفي قلت لي. شكرا شكرا الاخوان. عندي في الدور ياسين. ياسين خويا عندك شي مداخلة بخصوص العنوان؟ ربما ياسين مشغول. عندي من بعد ياسين جرين معنا. جرين الاخوان اللي بغى المايك يتفضل حيت ربما الاخوان اللي تحت. بان انا ما نزلتكش. تحد ما ينزل بان. بالنسبه نتكلموا شويه على جهه الطلب او هذا النوع من القتال الذي يتم فيه طلب العدو في عقر داره وتعقبه وغير توسيع أرض الإسلام أو تأمينها لأسباب نذكروا منها تمكين الجماهير في أرضه من أن تستمع إلى الدعوة الجديدة أو كما يقال دعوة الإسلام. فلا بد من إزاحة هذه الحواجز أمام الشعوب كما يقولون حتى تبلغ دعوة الله إلى الناس كافة. وهذا في فقه الجهاد. إذن فقهاء المسلمين هؤلاء الناس جعلوا غزو بلاد الكفر أو التوغل وأراضي الكفار مرة كل سنة فرض كفاية على كما يقال ممثلة أيضا في حلفائها وأمرائها. مفهوم الإخوان تولوا المسؤولية عن أمورها. وهذا أيضا فقه الجهاد 96. إذن دوزل أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن هذا الميكروب رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم فهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. أمك القحبة الميكروب. الله تعالى الميكروب يا بكلب يوعد العطاي. أمك الميكروب هنا ميكروب صاحبي راهي كلاب ساعرة ميكروب بعدت وبين يدي الساعة والسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له. تتعجبكم هادشي؟ وجعل رزقي تحت ظل رمحي أو ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. الله ينال الأربي بالرب ديال الأربي بالرب وكود محمد. تفضلوا الإخوان. شكرا شكرا أوبا. بغيت ترجع الأخ ديجي.
الا سمحتوا لي الاخ ديجي تفضل اخويا وكمل المداخله ديالك حيت ربما ما خديتيش الوقت الكافي. حنا هنا كنناقشوا الاسلام الحقيقي اللي هو في النصوص وفي السنه وما كنناقشوش شي اسلام اخر. فإلا عندك شي مداخله اخرى او لا بغيتي تقول لنا شي منطق اخر تفضل. شكرا اختي اريفا. اريا كتسمعني مزيان؟ كاين الصوت. اللي بغيت نقول لكم هو اول حاجه فاش كتقول الاسلام الحقيقي خصنا نتفقوا بلي كلشي نسبي. يعني يكون الاسلام الحقيقي كما كتشوفي انتيا ماشي كما كيشوفوا الخوت، ماشي كل واحد عنده الفكره ديالو. وانا صراحه كنحترم الفكره ديالكم، مي انا بالنسبه لي الاسلام الحقيقي ماشي هو هذاك. مثلا فاش قلت جهاد طلع، كاين الناس اللي يجيو سواء من المسلمين سواء من غير المسلمين اللي غادي يقولوا لي لا جهاد طالب كاين وكلشي، وهذا انا بالنسبه لي ما كاينش. بالنسبه ليا ميم الايات وهذا على حسب السياق التاريخي ديالها وكذا، انا كنشوف بلي جهاد طالب سي بوليتيك. يعني كاين ناس واحد الحاكم اللي بغى يشبر الرغبه ديالو، بغى الجواري، بغى يبان في التاريخ بلي راه دار فتوحات وهذا شغل هذاك. مي انا كما قريت او بالفكره ديالي انا كن جهاد طالب بالنسبه لي انني نمشي نخير ناس ما بين ثلاثه الحوايج كاع كاملين خايبين ولا نقتلو، لا هذه بالنسبه لي انا ما كاينش كمسلم. ودب النبي صلى الله عليه وسلم لم يقوم في حياته بهذا الأمر، لا بعيدا عن التاريخ وعن الرسول وعن أي حاجة أخرى، هو بماذا تؤمن الأغلبية الصاحقة من المسلمين؟ هذا هو السؤال حقيقة. أنا هذا رأيك أخويا يحترم، أنا مش هو الرأي ديالي. لا خليه يجاوبني، واش الرسول ما عمرو غزا؟ بالنسبة لي لا. كيفاش بالنسبة ليك؟ هو رديت ما فيش بالنسبة لي، ولا أنا كيعرف حسن من الصحابة مالكم الإخوة؟ حيت ديجي أخويا الدين ما فيش بالنسبة لي. إحنا مني كنتابعوا الدين كنشوفوا القرآن وكنشوفوا الأحاديث، وإلا ما كنتيش كتعرف القرآن مزيان والأحاديث مزيان مرحبا بك معنا في الروم، غتبقى تجي وتستافد وتسمع كل نهار حديث غيصدمك وكل نهار آية غتصدمك. تفضلي يا مادلين. هاي بونجو ألا بونسوار الجامع، كي داير لاباس اخويا؟ الا كان الرسول ما غزاش كيفاش وصل الاسلام من شمال افريقيا؟ ممكن جاوب ولا تفضلي اختي كملي. كملت، هذا هو السؤال ديالي، يعني كيفاش جانا الاسلام؟ واش جانا بالورد ولا جانا بالذبح؟ انا كما قريت عليه انا ما مكانش غزوات، ماشي هو اللي كيبدا ديما. كان تنشر هذا كان مضطهد فهمتي، وكانوا عليه ضغوط وفوالا. دابا انت كتهضر على الدفع صديق اسمع، كتهضر على الدفع، ولكن شوف سورة التوبة واضحة الآية الخامسة، إذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وقاموا الصلاة وأوتوا الزكاة فخذوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. والآية 29 من سورة التوبة، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرمه الله ورسوله ولا الذين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون. الآية ترى واضحين الأخ. زيادة على ذلك يقول ابن تيمية، والله قد فرض على المسلمين الجهاد لمن خرج عن دينه وإن لم يكونوا يقاتلوننا، بين قوسين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه يجهزون ويجهزون الجيوش إلى العدو، يجهزون ماذا؟ الجيوش إلى العدو، وإن كان العدو لا يقصدهم. وهذا غتلقاه في جامع المسائل ابن تيمية. الأخ اسمح لي أخويا واحد دقيقة، الأخ استشهد ليك يعني بقول شيخ الإسلام ابن تيمية، لما أظن أنه في كتابه الصراط المستقيم في الرد على أصحاب الجحيم، هذا شيخ الإسلام ابن تيمية. وإحنا قاعد مشينا لك يعني الكتاب يعني المنزل يعني القرآن، وعطيناك الآية الخامسة والآية 29 من سورة التوبة. لا تقول لي أن لكم دينكم ولي دين. سورة التوبة ناسخة لكل الآيات لأنها نزلت سنة قبل موت الرسول صلى الله عليه وسلم، ناسخة لكل الآيات، الآيات السلم و... تفضل. ما عنديش كان اول حاجه غادي نقول لكم باللي ابن تيميه تيبقى شخصي يخسر الله انا يسلي لك. كنت ذكرتو ابن تيميه دابا نساه
دابا الله قال لك الايه في الايه الخامسه والايه 29 الكنيسه مخليه خايفه على فالونتينو نتوما فاش هضرتو هضرتو بالاسلوب وداكشي اللي بغيتو يعني انت الحق نجاوب داكشي اللي بغيتي يا تفضل اخويا المهم فاش قلتو بنو تيميه انا ماشي انا ما ذكرتش لك بنو تيميه انا ما ذكرتش لك بنو كانوا بعدا المهم ثلاثه ديال الاخوان اللي هضروا فهمتيني انا غادي نبدا بداكشي اللي بان ليا فهمتيني تيبقى النقاش مفتوح انا بنو تيميه كما قلت لكم شخصي وصيبو يخطي فهمتيني عنده افكار ديالو عنده تاويلات ديالو يقول داكشي اللي بغا انا قلت لكم جهه الطلب بالنسبه ليا وكيفاش قريت انا التاريخ حيت انا انسان اللي كنقرا انا بداكشي ديالي ما كنتبعش انا واحد الاشخاص ولا واحد المذهب ولا كذا كنشوف انا كما كنشوف انايا قريت التاريخ قريت شويه على الدين وهذا وبيان سور تولت مسلم حيت هذه هي باش خصني نبدا عندي ثقافه اسلاميه الحمد لله وكل شيء كنحاول نشوف داكشي اللي نقرا التاريخ بعقلي فهمتي كنبحث راسي انا فاش كنشوف انا داكشي اللي عنده علاقه غالبا تيكون عنده علاقه بالسياسه ودا في الاحاديث سورتو الاحاديث القوليه كتلقى فيه بزاف ديال الحوايج اللي عندهم علاقه بالسياسه ولا بالفلوس كتلقى فيهم هاد المشاكل هادو وغالبا كتلقى فيهم لا توش ايمان كتلقى فيهم هاد المسائل الانسانيه ديال شي واحد بيبيع شي حديث ولا كذا ولا بيتقرب من شي حاكم غادي يجيب شي حديث اللي كيوال من داك الحاكم والحكام ديك الساعه مثلا خصهم جنود باش يقنعك تجاهد هادي يقول لك سوا الى باش تيفيتي عذاب القبر خصك ديال الجهاد كاين الحديث مثلا اللي تيقول لك اللي كيجاهد ولا هذا ولتي هذا باش يضمن جنود ولا مثلا ديك القضيه ديال الجهاد الطلب زادوا فيه ديك لا كلوز ديال مثلا ديال ولا نقتلكم ولا الجزيه ولا كذا هذا باش يضمنوا باش يديروا داكشي ديالهم يديروا فتوحات دي جي دابا انا دي جي الرد ديالك الرد ديالك على كلام الله في الايه الخامسه والايه 29 من سوره التوبه تفضل بدا بالايه الخامسه اذا صرخ الاشهر انا تنقول عند سياق تاريخي كنمشي كنشوف انا كنحط الحاجه في التاريخ انا بغيت نجاوب مشيت على حسب حضرتك القران ما صالحش للتاريخ اللي عايشين فيه حنا دابا صالح للتاريخ ديالو انا تنقول القران ماشي صالح لكل زمن ومكان طبيعه صافي الاخوان هذا راه كافر بحال وانا انت كافر اخويا تفضل اخويا جاوب اخويا انا ما كدبش لك انا غادي نكبر شويه الكادر ونطلع النيفو نقول لك واحد القضيه انت ما عندكش دليل بانه الله ما كاينش وانا ما عنديش دليل مادي من غير الدين ديالي وهذا فالنتينو شكون اللي قال لك ما كاينش اصاحبي شكون اللي قال لك الله فالنتينو هي كتبر ديال الحجره دوزوا الماكل شي صافي الله يجعل البركه ني ترك الله بزاف علينا الله يجعل بزاف نضرب بايكم حيت حنا ما كنناقشوش الاسئله الوجوديه وما كنناقشو حتى شي حاجه من غير الجهاد بالنسبه لاي الانسان مسلم او لا ديني او لا ملحد عندي في الدور جرين معانا جرين ما معناش عندي بلو اختي معانا معاكم ولكن ما يمكنليش ندير شي اوكي عندي من بعد بلو خير الدين معانا خير الدين ما معناش حسن معنا حسن حتى حسن ما معناش رجاء معنا معاكم تفضل اختي قولي لنا شنو رايك في لماذا المسلمون يستنكرون الجهاد واش كيستحيو من الدين ديالو تفضلي انا ما غاديش نهضر على يستحونا من الجهاد ولا شي حاجه اخرى انا نهضر غير على سوره التوبه خصنا نعرفوا شنو سميتو لي كونديسيون دون ليكيل هذيك الصوره نزلات راسي لا بروميير صوره في القران اللي ما فيهاش البسمله والله سبحانه وتعالى في نزل على سيدنا محمد فيا جبريل عليه السلام راه كانت ان ميساج بور المنافقين اللي ما جهدوش في غزوه توبك المهم هذوك المنافقين الله عطاهم قال لهم جاهدوا هذا وهذا وهذا ولكن ما جاهدتوش وما كنتش عندكم هذا راه كاين عندكم ايفيكتيفمون دي شوز بور رومبلاسي هذاك ما كنتوش قادرين ماشي مشكل ودار لهم التوبه عليهم على انهم نافقوا الرسول عليه الصلاه والسلام وما مشاوش لهذاك الجهاد باش هذاك الشيء ايفيكتيفمون راه كاينين دي صورات في القران اللي ما كينطبقوش علينا دابا اكطوالمون هو صالح لكل زمان ومكان ولكن كاين دي صورات اللي كانت في داك القصص داك القصات اللي تحكاو واش شي حاجه اللي تحكات هي دي زاني وداك الشيء اون بو با لابليكي في لو جور اكطوال
اللي بغى يجاهد يجاهد، اللي مبغاش يجاهد. ولكن سورة التوبة سي سبيسيال في القرآن، راه ما جاتش بوغ المغاربة ولا الباكستانيين ولا شي حاجة، راه جات بوغ هذوك الناس اللي ما جاهدوش في معركة توبك. وشنو بغيت نقول عاود بلاص بلاص، خليني نكمل خليني نكمل. ياك حد ما يقاطع الاخرى، ياك عطيتوني الكلمه نعطيكم تعقيب، سمحي لي نعرف. لا لا يخطيك اختي، لا لا يخطيك. شوفوا الا بغى شي واحد، شوف الا بغى شي واحد يشكك في القران وداك الشيء، راه شنو سميتها سوره الكهف، راه كانت واضحه وبينه. وقال الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. حتى اللي بغيتي تكفر كفر، بغيتي تآمن آمن. داك القرآن ما عجبكش، سير اخويا قلب على شي دين اخر. الايه كملي الايه تلخ ان اعتدنا للكافرين هذا. ايوا شنو كتعني هذا اكزاكتومون؟ بلات انا نقول لك، غير كنقول انه كل متناقض رجاء. لا لا ما كاين لا متناقض لا شي حاجه. شوفي اللي بغى يآمن يآمن، اللي ما بغاش يآمن راه كاين العذاب وكاين هذا الشيء، راه كنلقاو في لا بيبل، كنلقاه في لا توغا. اذا ما تمريهاش وكانك كتقول إيه الاخوان حتى حد ما يقاطعها. بليز بلو بليز حتى حد ما يقاطعها. صافي راه قالت شكون قال لك؟ انا قلت خليني نكمل جوسكوبو نقراي الايه. المهم شوفوا دو توت فاصون هذاك الشيء هم شنو سميتو اللي في قلبهم مرض زادهم الله مرضا. راه اللي بغى يامن يامن، اللي ما بغاش يامن الامن الله راه اعتاد لهذوك الكافرين شنو سميتو العذاب. اللي وانا ما كنقولش حتى شي واحد امنوا بالله ولا شي حاجه، راه هو لا بيرسون هو اللي خاصو شي امن بداك الشيء يقلب على المعتقد ديالو. ما كاينش حال من واحد ملحدين وعايشين بخير، كاين شحال من واحد هذا اللي كيهديه الله راه هادي، اللي ما هاديش راه ما هاديش. بلا ما نبقاو نقولوا جهاد الجهاد، حنا بحال الاسلام ديالنا هو فيها الجهاد. راه الاسلام راه شرف المراه، عدو شحال من حاجه دارها لينا حنا المراه ولا الرجال ولا الهادي ولا الارث ولا شي حاجه. يعني بلا ما نقلبوا على قال وعن ابي هذا وعن ابي هذا، القران راه كامل وشامل وجاء ايفيكتيفمون الشريعه وداك شنو سميتو الاحاديث وداك الشيء اللي كملوا. ولكن القران انا بو موا وهذا الشيء سانغاج كو موا، القران شامل اللي ما عجبوش الحال الفو ايور. واش شكرا شكرا دي فالنتينو باغي تعقيب وبلو باغا تعقيب، تفضل فالنتينو. استاد اللي جيب واحد الايه، يعني شوفي سوره التوبه ناسخه لكل ايه، كتعرفي بعدا شنو هو الناسخ والمنسوخ. الاخت رجاء منكم نستافد، كنسمعك ولا كنعدي تعقيب التعقيب. الايه اللي قلتي انتهت الصلاحيه ديالها. انا نعطيك اكزومبل، من جاء الله وقال لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى، جاء من بعد النهي قال يعني الخمر والميسر رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا، يعني هنا كان النهي، يعني ما بقاتش الصالحة ديك الآية ديال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، حيت نزلت آية أخرى. سورة التوبة نزلت سنة قبل موت الرسول. أنت قلتي أن سورة التوبة ليست صالحة في هذا الزمن، ما هو مرجعك من هذا الكلام؟ تفضل للأخت. شوف تفضل للأخت ديال تعقيب شامل. الأخت راه ما غاديش نديرو حوارات ثنائية، دير تعقيب ديالك باش نعطيو البلو حتى يتعقب على المداخلة ديال الأخت رجاء وندوزو الدور الناس نتحقوا بين جد. أنا أهلا كيفك؟ تفضلي أنا يبدي الاسم بتعرفونيش يا آلي أخباري. طيب أهلا رجاء، أنتي قلتي كذا نقطة، منها أن الجهاد والكلام ده كان يخص المنافقين في غزوة تبوك. أنا من حقي أن أنا أتفق معاكي في شيء، ولو لقيت أن سلوكك مش عاجبني أو يعني سلوك رجاء تحديدا سلوك اللي قدامي مش عاجبني، من حقي ان انا لي حرية الاختيار تاني ان انا ارجع عن الاتفاق معاكي او ما يعني ما واليكيش. انا دخلت شركة لقيت النظام مش عاجبني اطلع، انا دخلت دين حسيت ان قيمه اللي تصدرت لي مش هي نفس القيم الحقيقية اطلع براحتي. هما ممكن الناس دول تفسير اني دخلوا على اساس انه دين رحمة، ما لقوهوش كده، لقوا غزو وسبي وقتل وكده وما توافقش مع أخلاقه. كوني بقى أن عشان أنا قلت خلاص أنا هقطع هفسخ العقد تقوم تيجي تقتلني وتذبحني وتاخد
فلوسي وتاخد أولادي ونسائي، ده بصراحة قمة الحقارة. من اللي عمل كده؟ العقد كان هي إنه إذا خرجت راح تفقدي. أنت وراك معاني ما تبقاش تنقز، الله يرضي عليك. راح طيب الآيات القتال دي نسخت آيات الرحمة، فأنتوا بتقولوا السياق اختلف. السياق ما اختلفش عشان الإسلام اختلف، السياق اختلف لأن أنتوا بقيتوا ضعفاء. مين فيكوا هيقدر يجاهد دلوقتي؟ أنتوا بتجاهدوش غير ضد نفسكم، يعني كل الحروبات بتاعتكوا ضد نفسكم مع بعض. مين فيكوا قادر يروح أمريكا ولا فرنسا يعمل، ولا حتى في فوت ولا ليكوا في الأمم المتحدة؟ فده جبر. ففي فرق بين الإنسان يبقى من واعز شخصي وبين انه نجبر على انه يعمل كده، بدليل ان احنا نظلم بعض في بلدنا. الست مظلومة، المعاق مظلوم، الطفل مظلوم. ليه دي كمان ما تبدلتش السياق بتاعها؟ المرأة المعينة ما خدتش ليه؟ المخالف ليكي في الدين لسه لغاية دلوقتي بيمشي جنب الحيط، ما بيمسكوش مناصب حلوة، بيتقلل منهم. ليه ما تعمل؟ ما اختلف السياق، بقينا كلنا المفروض في سلام. لا، يفضل المختلف مختلف مدى الحياة، يفضل الغريب غريب مدى الحياة. بلادنا اتقفلت علينا، بقت كلها طيف واحد، عشان كده ما بقيناش طايقين بعض، ما فيش تنوع ثقافي، ما فيش إبداع. فجيجي بعد كده يقول لي لو عملتي كده هموتك، بس براحتك. ما هو براحتي أعمل كده ويموتني، من بدل دينه فاقتلوه. فأنتي أوكي روحي اعملي اللي انتي عاوزاه، وانا قاعد لك بالحبس، بازدراء الاديان، بالاقصاء المجتمعي. احسن حاجه تأملي فيها يعني ان يكونوا حنينين عليكي قوي، يعني تعمل لك اقصاء مجتمعي وتنميط، انت انسانه مش كويسه، تفقدي اصدقائك المؤدلجين. ممكن في ناس فقدت عملها. فما نتكلمش عن الرحمه، ما نتكلمش عنها ابدا. الدين اثر في حياتنا. وأول مرة اختلف مع العنوان على فكرة يا جماعة، هم ما بيستحوش، أو على الأقل الناس اللي أنا أعرفه. اعمل استفتاء في مصر في رضا مقنع عن اللي بتعمله ده. وسريع طارق، حاضر هتكلم في دورك، بس هتكلم وهسكت. طارق دورك أخويا. أنت عندك فرق بين الموقف الرسمي ومجموعة التنويريين وبين عموم الشعب؟ لا، في ما هو اللي بيمسك بنته يقتلها. لو عمل لو عرفت شاب والناس تهلله، ما هو ده يعني فعل داعشي، ما هو ده فعل داعشي. اللي بينهب ميراث اخته، ما هو ده فعل داعشي. اللي بيقعد يأذن في ودن المسيحي ويروح يوقف سيارته لما يكون في تجمع مسيحيين بيوت او محلات، يقف يصلي لهم قدام الباب ويقفل لهم رزقهم، ما هو ده داعشي يا جماعه. يعني هو مش لازم داعش يكون منتمي لمنظمة داعش دي، الداعشية يعني سلوك حياة. شكرا لكم. شكرا شكرا سارة. شكون عنده تعقيب للمداخلة دي سارة؟ أنا يا بليت سير، اسمح لي يا أخويا. شوف أنا اللي على الدور يا صاحبي. أوكي أنا نعطيك أخويا أي واحد تعقيب. العلماء كامل أجمعوا لأن الآية ناسخة لجميع الآيات التي فيها صفح الكف عن المشركين، باش نكونوا متفقين. يعني ناسخة لكم دينكم ولي دين، جميع الآيات اللي فيها صفح الكف عن المشركين. الآية الخامسة يعني ناسخة لكل آيات. هذا هو. شكرا فالنتينو. عندي في الدور خير الدين وحسن، التحق شبينا ولا باقي؟ جرين وي حسن كين. شوف خير الدين الأكبر ديالنا، لماذا المسلمون يستنكرون الجهاد ويستحون من دينهم؟ دي المدخلة ديالك. المداخله ديالي غتكون مداخله شويه قصيره. تصنت شنو قالوا الاخرين ودواو على الانتربريتاسيون ديال الايات. الاسلام ثابت في الزمان والمكان، ماشي حنا اللي كان انتربريتيو الايات كيف ما قالهم لنا راسنا. كاينين دي باز في الاسلام كيفو ريسبكتي وشرحوهم العلماء، وسورتو شرح القران. يعني حتى الايه اللي ديال الجهاد هي ايه ثابته. انا في نظري ان المسلم كيحتاج
على الجهاد لأنه كيشوف فيه حاجة لا أخلاقية. وهذه شي حاجة زوينة. أنا بغيت يكونوا كاع المسلمين يقول لك الجهاد ما كاينش وما يوقعش الجهاد ولكن لو أن الإسلام وأن دولة إسلامية كانت عندها القوة لقيتوا أن الدولة الإسلامية غتمشي تحشل لجميع المناطق في العالم باش تقدر تثبت الإسلام ولا الجزية. فهذه المداخلة ديالي أن المسلم ما كيبغيش ندوي على الجهاد لأنه كيحس بواحد الحرج لا أخلاقي بخصوص المشكل اللي كاين في الإسلام والجهاد، والجهاد طغمي لي باز ديال الإسلام. فوالا. شكرا أخويا حسن. عندي في الدور خير الدين معنا. تفضل أخويا، قل لنا لماذا المسلمون يستنكرون الجهاد ويستحون من دينهم؟ المشكلة أنا كانت المقبلة كنت نستنى في المداخلة ونشكركم أنكم أعطيتوا لي الدور. لماذا المسلمون يستنكرون الجهاد ويستحيون من دينهم؟ والسيد اللي كان يحكي قبلي جو بونسو يحكي في الكولوار هذا بعد. أنا مسلم لا أستنكر الجهاد، والجهاد واجب وركن من أركان تاع الدين تاعنا، واجب علينا، ولا أستحيي من ديني. وبربي إن شاء الله كيما نقول إحنا كل أمة تفوت، كيما نقول إحنا ما راح القوة وما راح الضعف. بور لو مومون لا غالب جات الحقبة تاعنا نكونوا ضعاف، بصح نهار واحد آخر نكونوا أقوياء بربي إن شاء الله. نحاولوا نهزوا راية الجهاد ونروحوا نجاهدوا ونعاودوا الفتوحات ونعاودوا كيما نقول إحنا ننشروا الإسلام بالقوة، وكيما نقول إحنا وكيما لازم الحال، وحتى نظهر الدين تاعنا وإن ننشر الرسالة تاع محمد صلى الله عليه وسلم في جميع بقاع الكرة الأرضية، من القطب الشمالي للقطب الجنوبي ومن اليابان حتى الأمريكان البلايس كامل نقدروا كيما نقولوا حنا نغزوهم، وبالسيف وبالرصاص وبالسلاح وبالصواريخ. والجهاد في سبيل الله فرض علينا ولا نستحي منه، هذه الحاجة الأولانية، وما نستنكروش الجهاد، وهذه نورمال خلاص ما كان عندنا حتى مشكل فيها. أنا مسلم واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. الله يعطيك الصحه والخير. واش غادي تحسبوا الله الا سمحتوا لي بليز غير باش نعطي الكلمه البيانيه حتى تجاوب غير الكلمه الاخوان بليز مادلين سدي المايك. شكرا خير الدين لانك صريح وانك مسلم، قلتي تبعتي النصوص، وهذه زعما صراحه ما كنلقاوهاش بزاف المسلمين اللي كيعترفوا بجهاد الطلب. غادي نعطي المايك مباشره للبيانيه مسلمين كامل. شكرا اخويا وصلت الفكره ديالك. اسمح لي ما عرفش شنو جهاد الطلب. راه تفضل، راه قال لك نمشيو بالسيوفه ونفتحوا. راه ما عرفش انت عرفتي يعني بالضبط، ما عرفش وجيني شنو جهاد الطلب اخي. صافي فالنتينو دوزو البيان. انا ما نساليش واش الهجوم هذا عندي، راكم ثلاثه جمهوريه هكا. انا ما نساليش الاخوه. فالنتينو أخير الدين شكرا ووصلتنا الفكرة ديالك. أنا عطيو الإخوان يعقبوا على المداخلة ديالك، إلا بغيتي ترجع تدير مداخلة ثانية قولها لي في الخاص باش نعاود نعطيك المايك. تفضل فالنتينو. كنخرج أنايا، أنا قلت لكم أنا مسلم. علاش باقي المايك؟ كمل. بدلو التيتر هذا واخا واخا. لا يستحون ولا يستحيون الدين. أنا استحي. هذه مغالطة في التيتر تاعكم. لا يا خويا شوف، ها هما ناس هنا كتبوا لي في البي ام ما متفقينش معاك وهما كيستحيوا من هادشي اللي كتقول ومسلمين. اذا ما تهضر على نفسك عبرتي على رايك شد المايك سنة بقى تسمع. الى مرحبا بك. ما دير سونداج ستاتستيك ويكون داكشي مبني على ارقام عد. خير الدين حل اخويا المايك وتفاعل معي. كتسمعني خير الدين؟ راني معاك انايا، راني معاك. شنو هو جهاد الطلب؟ قول لي شنو هو جهاد الطلب؟ عاود لي ما هو جهاد الطلب؟ ما همنيش انا في المصطلحات. شوف انت بغيتي تسيف وتمشي ما عرفش شنو هو جهاد الطلب. هو طلب الكفار في عقر دارهم. من هم الكفار؟ فيا جهاد الكفار في عقر دارهم. انا قلتها لي انت كدير راسك بحال عارف راسك. فالنتينو شكون هما الكفار؟ شكون هما؟ انت هاي كتهضر راسك بحال بحالكم اللي كيدير لهم حيزه من سيف وتشي فرقعوهم. اسمع اصاحبي، اسمع انت تبعتني واش قلت لك ولا لا؟ شكون هما الكفار الحربيين؟ من هما الكفار الحربيين؟ انت تبعتني واش قلت لك ولا لا؟ واسمعتك اصاحبي اش قلتي، من هم الكفار الحربيين؟ خليني نعاود لك باش تفهم مليح. اسمع مليح، شوف انا مسلم ابا عن جد،
وكما نقول احنا والحمد لله انسان قاري ومثقف ونعرف واش معنى هذا الدين تاعنا ونعرف الضروري من الدين. كنت ما عرفتش شنو يعني جهاد الطلبه صاحبي شنو ما خليني نهضر معاك. عطيني التعريف ديال الكافر الحربي. عطيني التعريف ديال الكافر الحربي. هذيك تحكموا نتايا كيما نقول احنا. شوف دير وين تعب هذاك الكافر تاع الطلب تاعو. انا قلت لك انسان مسلم نعرف واش هي ضروريات من الدين. انا مانيش عالم مسلم ولا انسان كيما نقولوا حنا نبدا في الصوفة الصطائية ولا ما نعرفش عيطوا لها ونبدا نشرح لك وندور لك ونتخربط لك. اسمعني مليح، قلت لك انا مسلم ابا عن جد، عندي الابجديات نتاع الاسلام والضروريات من الدين نعرفهم، وجزائري اون بليس. هذه الحاجه الاولانيه. قلت لك الدوله الاسلاميه الان في حاله ضعف. حنا الرساله تاع محمد صلى الله عليه وسلم والرساله تاعنا نشر الاسلام ونشر التوحيد. رساله محمد ولا رساله الله؟ واش رساله محمد ولا رساله الله؟ راه نورمال غيقول لك رساله الله خير الدين. دابا شوف اخويا، شوف الاسلام تقسم. خليني نكمل ولا ما تخلينيش؟ اسمعني نقول لك. خليني نكمل، راني سمعتك انا على بالي واش حابين تحكيو كومبلي. نصكم راه ملحدين ونصكم راه مخورطولوجيين. شوف انا نقول لكم انا انسان مسلم. تعرف راسك شنو كتبنى الفكره اللي كتبنى؟ فالنتينو أراك عارف شنو كيتبنى والله الا قالها لك ديريكت غادي نفرقعوهم بالصواريخ. قالها لك ديريكت مسلم راه عارف اش كيقول، راه عارف هذا ولا موقوت الخوت. خلي هذا عارف، هذا هو ميتا وي راه عارف شنو كيقول ديريكت. راه عاقل وعارف طالب وراه عارف هو كيوجد. قال لك غادي يغزي وغادي نهار غتجي القوه مع ضرب مع مر ربكم وتجيكم القهوه والقوه وغادي يسبي كيصحابوا الجهاد بالسيوفه وكذا. ربك راه غير بوطونه راه تمحى هذيك القضيه الجزائر اللي كتقول انت الجزائر عندها 100 عام غير بوطون راه محي وربها هذيك عيوا عذرينكم وماشي انتوما الكفار والجهاد عاوتاني نحاولوا نبداو الحوار باش نوليو حنا في الجزائر ضد المغرب. راه ماشي هذا هو الكراري في الجزائر. لا 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 هذا السيد قاس كيهاجم وغادي نديرو وغادي نديرو تما. شوف اخويا ما ندخلوش مع هذا، ما ندخلوش مع البوليتيك، ما كنهضروش في البوليتيك، حنا كنهضرو في الدين. دابا خليونا في الدين، في الدين. حنا المغاربه خاوتنا دابا كيفاش كتستافدوا منو الدراري؟ نعرمي وحيدو. جو عندك تعقيب على المداخله ديال خير الدين الاخ الجزائري اللي قال لنا انه خصو يهز القرطاس والسيف؟ وي طبعا. حسن ابو رقاله يا سلام عليكم. السلام عليكم. مداخلتك في موضوع الغرفه، لماذا المسلمون عشان يكونوا جهاد؟ انا ما درتش الكلمه ديالي والتعقيب ما درتش والو. انا عبطوني. ممكن 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 كله يقفل المايك عشان نقدر نتكلم. تفضل اخ حسن تفضل. ما الهدف من 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 شرح الايه؟ ما الهدف؟ انه القران خطا. طيب القران خطا والمسلمين بيؤمنوا به و بيؤمنوا بانه عندهم رب. انتوا بالنسبه للادينيين دخلهم ايه بان المسلمين يؤمنوا بالقران او يؤمنوا بالايه دي او ما يؤمنوا بها او يتحاشوها او يمجدوها؟ ما لهم دخل. كل حد يعبد اللي بده يعبده، ما فيش حد يعني الارض كلهم عليها لا تسوي مثقال ذره يعني عند الله. فنحن ليه واجعين راسنا؟ توجعوا راسكم بحاجه بتاعتنا احنا المسلمين. طب وانت ما سمعت يا حبيبي، وانت ما سمعت الاخ اللي قبلك ما سمعته قال لك راح يبومبي وراح يقنبل والسيوف ويقتل لنشر الدين؟ انت ما سمعته يا روح عيني؟ ما سمعته؟ سمعته بس الموضوع بيخصنا احنا. انا احنا كمسلمين ده الموضوع بيخصنا. ورا بيخصنا احنا يا عيب 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 عليك عيب عليك. شوف الاخ حسن، اخ حسن شوف شوف صديقي حسن شوف نحن هدفنا هو الا يبقى المسلم في غفلة عن امره. يجب ان يعلم بدينه ان الهه يحب الدم. اوكي ومن قال هذا؟ كيف من قال هذا يا اخي؟ الايه تلوت ايتين، الايه الخامسه والايه 29. طيب وفي الايه اللي بتقول انما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، فهمت عليا؟ فإلا يعبدون ولا تشركن ليحبطن عملك وتكونن من الخاسرين. إذا معناه كل الكلام مفروض الناس كلها تمشي بكلام الله. وإذا شخص أبى واستكبر على عبادته فماذا يفعل الطائفة المؤمنة به والتي تعبده؟ ماذا يفعل الطائفة التي تخلي يكمل المداخلة؟ غنعطيك أنت تعقيب وتجاوب تعقيب بليز باش يكون الحوار. فالحوار مفروض يكون مفروض نركز على أداب الحوار ونرتكز على حاجة يعني فيما بيننا. المهم
الآية خاصة بالمسلمين، جميل، ما خاصة بأي حد تاني. المسلمين لهم الحق إنه في كل زمان ومكان تعلو الشعوب وتعلو الأفكار. دلوقتي هذا الزمان هو زمن القرب، زمن أمريكا وبريطانيا وما شابه ذلك. tomorrow we don't know. من مثلا من 500 من 1000 من 1000 سنة كان زمن الدولة العباسية، وبعدها الدولة المغولية، وبعدها الدولة البريطانية، وبعدها والآن هو زمن أمريكا وبريطانيا وما شابه ذلك. We don't know when tomorrow is gonna be. So we just believe what we believe and everybody believe what he's believe. شكرا أخ حسن للمدخلة ديالك. الظاهر أنك ضد جهاد الطلب وتؤمن بسلم. جو عندك تعقيب أخويا على مدخلة أخ حسن أو لا خير الدين؟ يا أنا أختي خير الدين. دوزيش مغالطة ما دويش بلاصة. يا أنا أختي خير الدين جاني كيمثل الإسلام الحقيقي، وهو الدين ديال التطرف، دين القتل، دين الإرهاب، دين الإقصاء، دين الحروب. معليش نزيد نكمل وبزيد تفهمني مليح. لا راه وصلتني انا خويا خير. عاود نعطيك المدخل. لا كيتيني الله يرضي عليك خير الدين. الا ما وصلتي لي ما يكفي من انا نزيد نكمل لك حاجه خلاف مازال ما وصلتش. غادي نهبطوا خير الدين، خلي الاخ جو يعقب على المداخله ديالك كيما بغى، ومن بعد غترجع ودير مداخله ثانيه منين نكملوا الدور. الاخوان كيتسناو، تفضل جو. هو بغى يزيد يكمل عليا، بغى يزيد يقول لي راني راضي نسبي امك واختك. ايوا انا رانا فاهمك يا حبيبي فاهم. وتبيع اختي في الاسواق وأبنائي تشردهم وتبيعهم في الأسواق. نعم أنا فاهمك. والجلد وقطع اليد. نعم أنا ما تكفيت. وبعدين يجي المصري ويقول لي يا حبيبي just believe what you believe and let people believe what you believe. أيوة يعني أنتم ما متفقينش حتى على حالكم. أيوة يعني إذا كان هو كي بليف أنه يقتلني أنا ويهجم على دول ديال شعوب أخرى ويشردها اسم الدين، هذه حريه الاعتقاد، هذه في نظر المصري حريه الاعتقاد. يا اين المشكل؟ هما دائما يقول لك اين المشكل. يجي المغربي يقول لي انت اقليه وانت ما خصك تكون مضطهد وما تمارسش الحريه ديالك في بلادك، ويقول لي اين المشكل؟ يعني روح هز لاباليز ديالك ومشي خرج من بلادك. ويجي الجزائري ويقول لك انت تخاف من ما بتخافش من الله وتنتقد الله وما تنتقد ملكك. ويجي المصري ويقول لك عاوتاني شي يتبعر عليك شي براز آخر. يا إخوانا انتم راكم مرض، انتم راكم شعوب مريضة. الدين هذا مرضكم وانتم غادي تمرضونا تحنا. شكرا جو. الدين مرضكم وانتم ما تمرضونا احنا. شكرا. الإخوان عندي أخ جرين في الدور، عندي الأخ ياسين اللي بغيت أخوي يدير مدخلة ديالك في موضوع الغرفة. تفضل أختي إيريا. لا الأخ نسمع لياسين تعقيب ديال فالونتينو ونرجعوا معك. تفضل الأخ حسن قال لك لماذا تستشهدون بهذه الآيات؟ فإنها تخص المسلمين، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هي سأكرر الأمر، الآية الخامسة من سورة التوبة ناسخة لكل آية يا عزيزي. وأنت تقول هذا الكلام، لماذا الإله الإسلام لا يطبق هذا الكلام على نفسه؟ يترك كل شخص يعني في حاله ويعني في شأنه. ليش؟ يعني هو يأتي في سورة التوبة الآية الخامسة يقول لك فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتهم وخذوا واحصروهم. راه ما كاينش الشهادة كرامشة. اوكي شنو بغيتي نوضح مادلين الاخوان اللي كيسمعوا حيت غيرك نقول راه مشى حيت كيهضر مع هذا الشيء نقولها له. ارتكب مغالطة منطقية، يعني مغالطة منطقية. هو يقول لك أن لماذا تستشهدون بهذه الآيات؟ فإنها تخص المسلمين، وهما يخلوا هذاك المشرك يشرك في الشرك ديالو، علاش غيمشيو يقاتلوه؟ يلا حنا راه كنهضروا في هذا الشيء حيت الإسلام دين يحشر الأنف، يعني يحشر الأنف في كل الأشياء، في الحياة الشخصية ديال الإنسان، في المعتقد، في كل شيء. لهذا يا أخي نحن نستشهد في الآيات وعدم ما في كل شيء. شكرا أوكي نكمل الدور. عندي المصطفى محمد اللي داير في الصورة ديالو مصطفى. أيوة خير الدين. أيوة غدا نعطيك الدور، تفضل أخي قل لنا رأيك في لماذا المسلمون يستنكرون الجهاد ويستحيون من دينهم. يعني أولا زي حالكم جميعا، أشكركم على اللي طلب أن أصعد
انا ما طردتش يعني، لكن انا اشارك معكم يعني. لماذا المسلمون يستنكرون الجهاد؟ ما احنا لو فهمنا الجهاد على حقيقته انه هو كان نشر لدين الله عز وجل، جهاد الطلب انا بكلمكم عنه يعني، انه هو كان ليس لم يكن لهدف النهب ولا السلب ولا الاغتصاب ولا الاحتلال ولا الاستعمار، وإنما كان لتوعية الناس وإعطاء الناس حرية الاختيار، أن يختاروا بين دين الله عز وجل وبين أن لا يختاروا الدين، لا إكراه في الدين. وخير دليل على ذلك الكتب التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبائل والملوك المجاورة، حيث أرسل إلى كسرى وأرسل إلى فارس وهرقل عظيم الروم، وأرسل إلى النجاشي ملك مصر، وأرسل إلى الحبشة، وأرسل إلى الغساسنة، وأرسل رسل إلى كل البلاد المحيطة به يعلمهم بالإسلام. اعتبر هذا يعني الإخوة الكرام، مساء النور. إذا سمحتي الأخ مصطفى، مرحبا بكم، ودعني ما شفناكش. غادي نسولك سؤال واحد، هاد الرسائل اللي كتبجوا بهم على أنهم كتبهم نبي الجزيرة العربية وأرسلهم إلى هاد الملوك، عندي لك سؤال واحد، بأي خط، لأنكم تدعون إلى يومنا هذا توجد هذه الرسائل في متحف بإسطنبول؟ السؤال الذي أوجهه لك هو الخط الذي كتبت به هذه الرسائل، ما هو الخط؟ لأن الحقبة كانت معروفة بنوع من الخطوط التي تكتب بهم الرسائل أو جميع الكتابات. أنت تمرر كي لا نطلع الإخوة هذا الإدعاء الذي تدعي على أن نبي الجزيرة العربية كتب ثلاثة رسائل وأرسلها، قد فند هذا الأمر، وحتى شيوخ الأزهر خرجوا بتصريح وقالوا بأنه مجرد إرث ومورود نتداوله، لأن الخط الذي كتبت به الرسائل يعود إلى نهاية القرن الحادي عشر، وهذا يدل على صناعة الإسلام، صناعة العباسية. الخط الذي كتبت به الرسائل وخط يعود للحقبة نهاية القرن الحادي عشر، وأنت بالنت ابحث عن الخط الذي ظهر بالقرن الحادي عشر، ماذا كان يسمى؟ وكذلك قم بالبحث عن نوع الخط الذي كان متداول بحقبة نبيك نبي الجزيرة العربية، يعني نهاية القرن السادس وبداية القرن السابع، سوف تكتشف ما سيدهلك سي مصطفى. شكرا إلهيم، إلهيم درنا نظام جديد، كنعطيو الناس جداد مداخلة ومن وراها مباشرة كنعطيو تعقيب للموديريتور. غنكمل الأخ مصطفى، إلا بقى عندك شي تعقيب على الهضرة ديالو اللي غيتي دابا نعطيك تعقيب عليه. الأخ مصطفى أسفين على المقاطعة، تفضل أخويا. أنا غير فنت واحد الرواية تاريخية اللي كنفندها التاريخ، كان ضروري أنني ندخل في هذه المسألة ديال هاد الرسائل اللي كيتبجحوا بهم، والحقيقة ديالها راها انتهت، حتى الأزهر صرح بأنه غير واحد نسخ رسائل منسوخة وتكتبت في الحقبة العباسية، لأن الخط فضحهم، طريقة الخط المكتوبين به هو اللي فضحهم، يعني لا تعود لنبي ولا ليحزنون، ومجرد دعاء. كمل الأخ مصطفى. مساء الخير يا الهوم، ازاي حالك يا صديقي؟ جيد. تفضل تفضل سي مصطفى. أشكرك. بالمناسبة مصطفى صديق ديالي من مدة طويلة، معلش الدنيا بقى، وكل سنة وانت طيب الأحوال. طيب يعني أنا ذكرني أو ناقشك في موضوع الرسائل ده بعد ما نتكلم عن موضوع جهاد الطلب اللي طلبوه مني الأصدقاء هنا، لكن سريعا الرسائل دي كانت حدث مشهور، كان عام يسمى عام الوفود،
النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى القبائل وكان عم مشهور يعني. وبعدين يا صديقي مين قال إن الرسائل دي محفوظة في متحف كذا ومتحف كذا؟ هو الرسول اللي بيرسل رسالة مثلا لكسرى، كسرى بقى بياخد الرسالة ويقراها ويرجحنا تاني. أنا أحيلك على المرجع الذي يدعي على أن هذه الرسالة. لا لا المهم هذا ليس هو موضوع الغرفة اليوم. نعم والتاريخ نخصص سوف أتيك إلى غرفتك وأناقش معك الأمر. تشرف يا صديقي. العموم ما نقطعوش الموضوع ديال الإخوان. تمام أشكرك. فما أردت أن أقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم حين شرع قبل أن يشرع جهاد الطلب، كان في جهاد قبل كده اللي هو جهاد الدفع، طبعا حضرتكم جميعا تعرفوه، اللي هو الدفاع عن المدينة وكذا وكذا وكذا. وقبل حتى أن يكون هناك جهاد طلب ولا يطلب الأعداء، كان في ذهنه وفي باله حاضر دعوة الناس لدين الله عز وجل. لذلك أرسل الرسل إلى الممالك والبلاد المجاورة يدعوهم إلى الإسلام، حتى أنه كانت من ضمن الرسائل التي رد فيها المقوقس عظيم مصر على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل له ماريا القبطية وأرسل له هدايا وأكرم الرسل. المهم ثم جاء بعد ذلك مرحلة جهاد الطلب، وهي طلب الكفار في عقب دارهم كما تقولون. لم يكن الهدف منها أبداً أبداً هو الغزو أو الاحتلال أو السلب أو الغنائم أو السبايا أو غيره، إنما كان الهدف منه دعوة الناس لدين الله عز وجل كما أرسل لهم الرسل السابقة يدعوهم. لكن فوجئنا، ولم نكن نفاجأ، كانت نتيجة معروفة يعني، أنه يوجد بعض الحكام والجيوش جاثمون على قلوب شعوبهم، يرفضون أن يصل نور الله عز وجل إلى من ورائهم من شعوبهم. فيأتي هؤلاء الحكام والجيوش ويتحدوا ويمنعوا أن تصل دعوة الله عز وجل إلى شعوبهم. وهنا شرع القتال، ليس لقتال المدنيين الذين هم يسكنون البلاد فهم من نستهدفهم بالدعوة، وإنما شرع الجهاد لهؤلاء الجيوش الظالمة الغاشمة والحكام الطواغيت الذين يمنعون الناس أن تصل إليهم دعوة الله عز وجل. فكان يشرع القتال، يخرج هؤلاء الأقوام الجيوش إلى خارج بلادهم يقاتلون المسلمون، فمن يقتل منهم كان يقتل، ومن يؤسر منهم كان يطبق عليه أحكام الحرب التي كانت سائدة في زمانها، أن يؤسر أن يسبى وغيره وغيره. فإذا انتهت المعركة وانتصر مثلا جيش المسلمون على هذا الجيش الظالم الذي يمنع الناس من الاختيار في بين دين الله عز وجل وبين رفضه، يدخل المسلمون كما حدث في مصر حين انتصر عمرو بن العاص رضي الله عنه خارج مصر على الروم، ثم دخل بعد ذلك إلى الناس فأحسن إليهم ورد مظلومهم، فلم يأسر الشعب كله كما يظن الناس، ولم ينهب الشعب، ولم يقتل الشعب أبدا، إنما كان القتل والقتال لهذه الجيوش التي تمنع الناس أن تصل لهم دعوة الله عز وجل. ثم بعد ذلك يأتي إلى الناس ويحسن إليهم ويدعوهم إلى الإسلام إلى آخره إلى آخره. طيب السؤال هنا، هل جهاد الطلب حاليا مشروع أم لا؟ هذا يبعثنا أو يردنا إلى العلة. ما هي العلة من جهاد الطلب؟ هي نشر دين الله عز وجل. طيب إذا كانت هناك وسيلة أخرى نستطيع أن نحقق بها نشر الدين، مثل مثلا وسائل الاتصال، القنوات الفضائية، وسائل الاتصال بالإنترنت، البعثات والمراكز الإسلامية المفتوحة في بلاد العالم جميعا، والسفارات للدول الإسلامية، إذا كانت هناك بدائل لنشر دين الله عز وجل بدون قتال، فما الداعي لجهاد الطلب؟ إذن أستطيع أن أقولها لكم وبكل صراحة، جهاد الطلب زال محله. كيف زال محله؟ يعني خلاص ما بقيناش محتاجينه،
أنا عاوز أدعو إلى الله عز وجل. طب وليه أتكلف حرب وأتكلف جيوش ونقل معدات ممكن وحروب ثانية؟ نعم ممكن تختم كلامك 30 ثانية لأمر أخي تدرون في الطنط. تمام، يبقى إجهاد الطلب هنا زال محله، ده هذا الذي نقوله في الإسلام. الآية بتاعت فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، هذه آية خاصة تتكلم عن المشركين في جزيرة العرب، وليس المقصود فيها كل المشركين في كل العالم. فلم يعقل ولن يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بأن نقاتل كل الناس، كما في الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. أيضا هذا الحديث وهذه الآية خاصة بناس معينين اللي هم بعد معركة فتح مكة اقتلوا المشركين اللي هم فين؟ اللي هم موجودين في جزيرة العرب يعني، وليس مقصود بها كل العالم، كما قال الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فكيف يقول كل الناس لكل الناس؟ فالمقصود في هذه الآية هو عبر عن الكل وقصد الجزء، أو العام عبر بالعام ويقصد به الخاص. أرجو أن تكون المعنى وصل، ولا أريد أن أطيل عليك. محمد بعد الأخ محمد عندي في الدور جورد وعندي مول أمان. السلام على من يتبع الهدى. أهلا أخويا، غرفة لماذا المسلمون يستنكرون الجهاد؟ لا لا عندي حسيت براسي تصحابني داخل غلط في الصفحة ولا في الجروب، شي خطبة الجمعة عندكم هنايا الخطبة خطبة الجمعة. أنا عندي واحد التعقيب على واحد السيد اللي هضر على الجهاد، واحد مسلم وكنحتارمو أو ميم طون كنمغنكليش نقول كنحتقر ولا كنحتقر الأفكار. هو داك السيد اللي قال لك الجهاد كاين ومستعدين وكينتظر اليوم اللي غادي يجاهدوا فيه والقوة، سيد جزائري جو بونس. هذاك النتاج هذاك السيد هذاك بالضبط هذاك هو المسلم الحقيقي، هو اللي اي مسلم كما بغيتي مسلم كيوت ويني اون فوند فهمتي اون فوند لوي راه كاينه ديك كاينه ديك التعشوشيه. هذاك متصالح مع راسو، هذاك خليوه يهضر لانه هذاك هو كيوضح الواقع ديال انه غادي يجاهد وبانه راه كينتظر الفتوحات وغادي واحد الوقيته اللي غادي يفتحوا ويدخلوا الروما وغادي يهز السيف. هذا هو التدخل ديالي على هذاك السيد هذاك وبالنسبه لي خلي نعم شكرا. شنو بغيتي قلتي بالنسبه ليك؟ بالنسبه لي انا بحال هذاك السيد هذاك هو اللي خصو يهضر باش الناس يفهموا الحقيقه ديال الاسلام. هذه الخطبه ديال الجمعه وهذه وجهه الطلب وجهه الدافع داك الشيء راه كلشي عارفه وما عندها حتى شي معنى. وديك اللغه ديال قريش اللي كما كيقولوا كتضغضغ المشاعر وداك كنهضروا غير بالدارجه حنايا فهمتيني. وهذه الخطبه اللي دازت الجمعه دابا قبل منها فكرني في العلاقه خل دخلوا لنا دوك المسلمين بحال هكا داك المجاهد بغينا نسمعوا الجهاد ديالهم. معنا خير الدين انا غنعطيك الكلمه، انت دابا غادي دير ثاني مداخله من وراك مباشره، عندي ليبرتي عندي طالوت، فالمداخله ديالك تكون قصيره ووضح لنا نفس الهضره اللي قلتي في الاول على الجهاد. تفضل اخويا خير. شوفي الحاجه الاولانيه جو بونس بلي راك تحوس تهضر عليا انايا. انا الاخ محمد مصطفى ما دارش خطبه تاع جمعه، هضر بالاسلوب تاعو البسيط كيما نقولوا حنا اللي يفهموه المسلمين كامل. خير الدين انت ماشي محلل ديال المداخلات، الا باغي دير المداخله ديالك في الموضوع غنضطر نهبطك. اوكي خير الدين ماشي انت ماشي المدافع او المحامي ديال محمد مصطفى، تكون عنده كان عنده رد كان غيرد على نجرد هو وغيحل المايك. تفضل في موضوع الغرفه الله يرضي. احنا درك نهضروا باش نوصلوا لان بيوت، ماشي نهضروا باش نديروا بروباغندا ولا باش نمشيو الناس في الافكار اللي لازم نمشيو فيهم تاعنا حنايا. دوك انا يا اخي خليتوني نحل المايك وندخل باه نعطيكم الراي المغاير، خليوني نهضر نكون ليبر، خليوني نكون ليبر باه تكونوا حياديين وموضوعيين. هذا ما كان انا قلت الاخ مصطفى دوك عطاكم اكزاكتومون جهاد الطالب واش هو وباللي كاينه بور لو مومون اساليب اخرى وكذا. انا بغيت ندخل دوك هذه المداخله هذه الثانيه باه نعطيكم حقيقه الاسلام اصلا. والحاجه الاولانيه حقيقه الاسلام والغايه من اصل من خلق الانسان ماشي هي اصلا. اذا كان تخليوها لي في 30 دقيقه في 3 دقائق
قلت له الحقيقه نقدر نعاود نعطيكم واحد الشرحه كيما راني فاهم الاسلام بكل بساطه. اوكي خير الدين، في المداخله الاولى ديالك غير باش يكونوا الاخوه اللي ما كانوش معنا يفهموا، في المداخله الاولى ديالك قلتي لنا انا مسلم وكنفتخر بالدين ديالي ونهز القرطاس ونمشي ونهز السيف ونمشي نحارب وندير الجهاد. دابا ولات عندك مداخله اخرى اللي ربما ملي سمعتي اراء الاخوان المسلمين المتفتحين لا 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 راه ديالك وليتي باغي 3 دقائق باش تبرر هذاك الشيء اللي قلتي قبل. غادي تسمح لي غادي نضطر نهبطك، حنا وصلتنا وصلتنا الفكرة ديالك مني قلتي غنهز القرطاس ونمشي نحارب. دابا غنكملوا الدور. امسي راه كان كيبان ليا المايك ديالك، خلينا نتاكدوا غير ان الدور ديال سفيان واصل وكاين اسامة ومن بعد عندك نتايا المايك. عطيو غير واحد دقيقة لسفيان باش يعاود يرجع وياخذ المايك ديالو. اوكي سفيان اوكي غادي نحاولوا نعطيو لسفيان الدور من وراء اسامه. اسامه غازي المايك فري. مساء الخير الاخوان، هادي الصوت نورمالمون وي صوت مزيان غازي عندك جوز. بون انا بغيت انا عندي واحد الرد كذا على الاخ خير الدين، سمعتك بين الارياد تقول بلي هو اللي كان يقول القرطاس وما عرفش شنو، طبعا هو جزائري تما كيما حنا. انا بغيت نقول له برك بلي ما كانش واحد كتب بنار الاسلام كيما الجزائريين يعني في التسعينات الى نسى ولا ما عليه بليش مش الارهاب هذاك اسمه الاسلام. بغيت نفكروا برك بال اسامه مادامك جزائري. استنى اذا يسمحوا لنا نتناقشوا. لا 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 يكمل. لا ما انت ما تقوليش مادام جزائري، هنا ماشي الغرفه هذه ماشي يعني جزائري ولا هذا ما ياخذ الحق في الكلام ديالو. وفاش يسالي له عندك خد نوتس يعني خد نقاط قيدها ومن بعد رجع ليها. فازي اخ اسامه مرحبا. انا هنا بغيت نقول باللي الاسلام يعني في التسعينات هنا في الجزائر راك صرات ماساه كبيره هنا في الجزائر، ماشي افير دركا قال دركا هذه نهضر هضره كيما هذه تاع القرطاس يكون يقولها واحد ما شافش وما ما عرفش تجي من عنده نورمال قال دوكا. بصح هنا في التسعينات راهم قتلوا المعلمات هذوك اللي تشفا هبطوهم من البيس وذبحوهم. الدوار هذاك الدوار تاع بن طلحه هذاك اللي ذبحوه كل الناس اللي كانت تموت 200,000 ولا 300,000 اللي بورتي ديسباري من اللي ما يعني شاف يعني هذا اللي خالق كما قالها بيان اللي خلق 600,000 مجرة وجاي حاول يدير الدولة الإسلامية. درك هنا بانت له في الكوكب كوكب هذا كوكب الأرض يدير فيه دولة إسلامية. ما فهمتش أنا يعني نورمالمون ما يجيش من عنده الهضرة هذي تاع ما بيليش أنا قادر يكون مشحون ولا هنا هو الروم هذا ماهوش يعني تاع الحسابات هذه تاع الجيريان ماروكان هذه تاع البوليتيك. حنا هنا نناقشوا في قضايا دينيه ما تدخلش هذاك البعد السياسي له. شكرا. معليش دوك الدور تاعي جو بونس. برافو اسامه شكرا على التوضيح يعني وفي الحقيقه يعني توضيح راقي. كان شكون هذاك الشاب اللي كان ما عندوش كان مشى له المايك بالحق. اوكي دابا كاين خير الدين بليز حاول انك دير المداخله ديالك في الموضوع، ما ندخلوش في نقاشات فرديه او نقاشات خاصه مع ناس اخرين فيها شخصانه. معليش يعطيك الصحه. عندي اولا تعقيب على الاخ اسامه. الاخ اسامه نومامو مادام عرفت راه بلي هكا جزائري عبك بلي لالجيري في التسعينات والبروبليم اللي كان صاري فيها اكزاكتومون جو بونس بلي الاسلام لا يدا دركا خاصه مع الوقت بعد 20 سنه ولا 30 سنه تكشف بانه الاسلام بريء مما جرى في الجزائر ويس كانت اجندات معينه وخاصه مع الوضع الجيوسياسي اللي كانت فيه الجزائر كانت مع الاتحاد السوفيتي وبعد الاتحاد السوفيتي نهار ونهارت كذا ومن بعد دخلوا كاينه امور بزاف والجاره الغربيه والجارة ما نعرفوش يقولوا له. المهم اك على بالك بلي كنا في وضع خاص الخوت الخوت الطريق تاعو اللي لا اسمح لي لا لا بان خليوني نهضر علاش راكم تقاطعوا لا 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 خليوني نهضر علاش تقاطعوني
لا لا غير واحد القضيه. لا 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 صبر صبر. لا ما يمكنش ما يمكنش لحقاش ما يمكنش لنا نخليوك تكمل لحقاش الموضوع اللي تتهضر عليه نتايا خارج على النطاق ديال فاش حنا تنهضروا. ملي راح نرجع غير اسمعني انت وغير اسمعني واخا واش كتسمعني راجع اوكي واخا اسمع الموضوع ديال الغرفه خارج على توضيحات في مسائل خاصه وقعت في واحد البلد معين. حنا كنهضروا على الفكره العامه في المجتمعات كامله في المجتمع العربي كامل. بليز ما تكونش يعني انا فاهمك يعني ان عندك واحد يمكن واحد الوطنيه بزايد شويه ومحتاج انك تدخلها في الحوار ديالك بطريقه او اخرى. الاخ اسامه هو وضح التاثير ديال الاسلام، هضر على التاثير ديال الاسلام في المجتمعات لا 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 المجتمعات المسلمه، واللي هو هضر من الباك جراوند ديالو يعني اشنو وقع داك واشنو هو يعني شهد. ما غاديش نمشيو حنا ونمشيو على واحد البلاد ونهضروا على واحد البلاد معين، هو الاحترام يعني فهمتي بيان سور لكاع الشباب الجزائريين والمغاربه. سيبوني فهمتك انا واش قلت، انا قلت تعقيب على اسامه وخاصه بعد 30 سنه اتضح انه في الجزائر الاسلام كان بريئا مما حدث مع درك بعد 30 سنه من هذيك الامور ونغلق القوس، الاسلام كان بريء. الحاجه الثانيه نعاود نرجع للموضوع نتاع هذا الروم اللي راهو يقول المسلمين يستحيون من الجهاد ويستنكرون الجهاد ويستحيون من دينهم. قلت لك انا مسلم لا استحي من ديني ولا استنكر الجهاد. قبيلا عقبت الاخ مصطفى كي قال لك بور لو مومون باللي راه يتبدل الامور وجهاد الطالب راه ولا عندنا دي مويا وكل شيء. هذه صافي بليزير تركا بور لو مومون عندنا ان ما نقدروش كيما نقولوا حنا نقطعوا الجهاد بيسك عندنا دي زوتر مويا. عندي سؤال اخيري، عندي لك سؤال وسائل اخرى. عندي لك سؤال بصح لو كان وانا قبيله في المداخله تاعي واش هضرت. عندي لك سؤال، عندي لك سؤال. مادام ان انت مع سبق الشريعه ومع الجهاد وانك شخص تتكلم من نصوص النصوص بغيتك تعطيني واحد المقاربه ما بين لا اكراه في الدين ودعوتك للجهاد، وكنعرفوا الجهاد هو اعلاء كلمات لا اله الا الله في كل بقاع. شوف كيفاش تعطيني مقارنه في هاد مقاربه في هاد لاسكيزوفرينيا اللي كنوجدوا لا اكراه في الدين، وبالمقابل انت كشخص كتندد فكره الجهاد واللي هي في الاصل ركن سادس من اركان الاسلام. اعطيني مقارنة. أنا ما نبتش في كل الجهاد. لا وراء ساند الجهاد، ما نبتش في الجهاد ومن الأول جمال. المساندة هي تنديد والوصف واحد، ولكن أنا بغيت مقارنة. المساندة هي تنديد. حاول تفهم السؤال زيان، ركز معايا مدام. ركز معايا يعني راح ركز. افوي خصك تركز وتندد في الجهاد، وعندك نص اللي كيقول لا اكراه في الدين وغادي نربطوه بجهاد الطلب. لا اكراه في الدين ونربطها بجهاد الطلب. اعطيني مقاربه ما بين هاد الجوج. اوكي الا لا ما كان الامر سكيزوفريني شويه في نوع من الانفصام. نفهمك بشويه اسمعني مليح. اوكي انا قلت لك الجهاد، انا مسلم ابا عن جد وراني قانع بلي راني مسلم وحوست على الاسلام حتى كي لقيت روحي بلي راني مسلم وحوست عليه وفهمت اكزاكتومون انا علاش مبعوث كيما نقولوا حنا على الاسلام هذا بعثه ربي سبحانه راسه سلم وبعثه فينا باه حنا نوليو مسلمين وحنا كمسلمين واش هي الرساله تاعنا فوق الارض. هذه الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه انا واش قلت لك بور لو مومون رانا حنا الجهاد ديما واجب علينا كل عصر بلي مويان تاعو. الاخ مصطفى قبيله واش قال باللي دوكا لي مويا اللي راهم عندنا الوسائل اللي راهي عندنا باللي نجاهدوا بالعلم نجاهدوا بالقنوات نجاهدوا بلي مويا اللي راهم كاينين دركا. وانا قلت لك من قبل نحن الان نمر بفتره ضعف، نهار واحد اخر بربي ان شاء الله يفتح علينا ربي وتقوى الامه نتاعنا نعاودوا نجاهدوا كما جاهدوا الاولين.
كيفاه جاهدوا الاولين دخلوا للناس ايه هذا هو الارهاب هذا هو الارهاب فاك خليني نكمل فاك عليك غنحيد لك الدور ما بقيتش غنسمع فاك بنادم لا 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 هادشي هذا هو الارهاب هذا هو اللي كنت نحكي عليه في التسعينات هذا هو ما كنا في التسعينات خليه يكمل الله يستر عليك خليه يكمل راه قلب ولا موقوت هذه محطوطه انا خليه يكمل زيد هذاك اللي كيقتل باه وخوه الى خرج على الاسلام نو ما كاش منها نو الاسلام ما يقولش كيما خير الدين عندي لك واحد السؤال انا يا اخي خير الدين خليوني نكمل ومن بعد سالوني لا غادي عندي لك واحد السؤال ما نقدرش نخليك تكمل غادي تجاوبني على هذا السؤال وغادي نكمل على ديروا في الديكتاتوريه على انا مسلم انا مسلم انت خطر على المجتمع خطر على الحي اللي كتعيش فيه خطر على الاسره ديالك خطر على الناس في العمل لانك تندد فكر ارهابي واديه الجهاد هو فكر متطرف فكر ارهابي شنو اللي غيلزمك باش تجاهد فيا باش تلقني واحد الموروث انت كتبناه شنو السلطه اللي عندك عليا اللي تقول لي نتقواه ونمشيو نجاهدوا اذا انت شخص متطرف ارهابي انت خطر على المجتمع خطر على الحي خطر على كل الناس خطر تاع المجتمع عيب عليكم تهبطوني واش من عيب تهضر تاك تهضر في الهضره هذه سيريو يعني سيريو راك اكبر عيب ولا تاك سيريو ولا كيفاه حشومه واش كاين اكثر من عيب يا خويا اللي غتمشي تقتل الناس امنين في بلادهم كيهضر من هذا العيب هذا شكون شباب اسمع غير واحد النقطه ندير واحد النقطه ديال النظام وخير دينك يعني فهمتي فكر باش انك تطلع عند واحد الناس بغض النظر شكون هادوك الناس ولا شنو الايديولوجيه ديالهم وتعطي لراسك الحق انك تسلب الحريه ديالهم الفكر ديالك يعطي ليك الحق باش انك تسلب الحريه ديالهم ما كنظنش انه كاين مجال نقاش فهمتي كنا غادي نتناقشوا الا كاينين بعض يعني الشبهات اللي ما واضحاش او بعض المسائل اللي ما واضحاش في الدين ونناقشوها ولكن باش انك انت عندك قناعه يعني قناعة أنه في واحد النهار يا في الوقت ديالك ولا ماشي في الوقت ديالك من انت كنظن أنك غادي تخرج لنا البزاوز يعني فهمتي وغادي تحاول تغرس فيهم نفس الفكر هذا مشكل عند إنسان اللي ما قادرش يتجاوز الهمجية ديال الدين دياله وفخور بها وكيندد بها يعني فهمتي مع كل احترامي لجميع يعني الاعتقادات الحاجه المساله اللي ممكن ما كنظنش انها مقبوله هو يكون انه يعني تكون عندك نتايا حريه كطالب حريه الراي فروم اللي الناس كيعطوك فيها حريه الراي ولكن حريه الراي ديالك هي انك تتعدى على 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 الحريه ديالهم الشخصيه تتعدى على حقهم في الحياه لابولوجي دو كريم لابولوجي دو كريم قلك خصنا غير نتقوى ونجهدو شتي المهم كاين الا بغيتي المهم ديال الاخوان واحد نصف دقيقه واحد بحال هذا ولا غيره انا جاتني تعطيه واحد دقيقه ديالو يكمل داكشي كامل ويحمد الله ويستغفرو ويحط الميكروفون وتعطيونا نجاوبوه ولا تجاوبوه ولا لان ملي كديروا له بحال هكا كيتسمى بحال لا هو حقرتو عليه وغلبتو عليه لا ما هو عنده الحق تدخلات طويله خويا طالوت دار تدخلات طويله واعطيناه الوقت اكثر من الكافي لا عطيه 30 ثانيه يسمو خلينا نهضروا الا كان طالوت واحد جاك عندك في الحريه الشخصيه ديالك كان عندك في عقر دارك انا الاخ الهيم حافظ السيرفيس مزيان وحافظ داك الشيء فرصه النقاش
غادي نعطيها اوكي الى سمحتي هذا ماهوش رايه هذا سي تان ديسكور ماهوش رايه شخصي قال هو دوكا هكا شخص هكذا ونشوفو كيفاش نديرو معاه هذا سي تان ديسكور دخلت السياسه قال لك الجار الغربي والجار الشرقي دخلت السياسه لا عندو كومبلكس شويه ما تيهمش نو هذا صغير نو هذا صغير ما لحقش ب جاب ربي ما لحقش بالتسعينات ما لبالوش واش صرا في التسعينات صغير يكون زاد يكون في عمره واحد 22 ولا 23 من هذا كما تقولوا برهوش هذا كنا الحق بالعوام هذوك ما يهضرش الهضره هذه مره يهضرهاش نجورد لا انا معكم راه كنسمع على داك السيد اللي كان كيهضر على دابا على الجهاد وكذا وهذا راه المعلومه راه هذه هي الافكار ديال 80% ديال المسلمين اللي كيامنوا وقراو تيقولوا مسلم كيوت وديك اللعيبه وداك التخربيق هذه هي الافكار ديالهم راه عندهم داك الفكر ديال راهم غادي يفتحوا غادي يعاودوا يفتحوا الغرب وغادي يغزيو وغادي يدخلوا بالسيوف وغيسبيو ما عرفوش بان راه راه الحروب تبدلات راه بطونه وحده راه يمحيو كاع الشرق الاوسخ وزيد عليه زبل كامل غير هذاك السيد اللي هذا اللي كان كيهضر من الاحسن لانه راه هضر بزاف وراه تبدل حتى اللونغاج ديالو تبدل انا في البدو سمعتو راه كان داخل المجهد كيقول لك الجهاد والسيوف غادي نرجعوا غادي الحقبه ديالنا وبدا راه فهمتيني واني في السماع عاوتاني بدا تيبرد شي شويه ولا كيدير فهمتيني كيراوغ شي شويه المهم بحال هاد الارهابيين من الاحسن ما نسمعوش لان هذا راه فهمتيني راه صعيب شي شويه تسمع هاد الافكار هادي وانك تقول زعما الناس كتطور والناس وهذا باين صغير باين في لي 20 كما قال السيد اللي قبل مني هضر هذا راه هذا هو الجيل الخطر وهذا الجيل هذا لان ما عرفش الجهاد وكذا وهذا كنبقى نسمع انا كنسمع معكم فهاد الصفحه هاد الروم هادي وكان هذا باش نشوفوا الافكار تيبان بان راه فاش كيطلع شي مسلم تيدمك كاع تيدمك كتا كتقول راه الناس بدات تعيق وتفيق تيطلع شي واحد تيضرب الكول شي بزاف و تقول لا حول ولا قوه الا بالعقل كما كيقول واحد السيد هنا المهم انا في استماع الخوت زياد راه عارفين داك الشيء غير بغيت نسمع صافي يلاه امسيه سعيد اوكي شكرا تحياتي كين اوبا اوبا واحد جوج ثلاثه صافي مشى اوبا جيب واحد اخر اوبا نحل الميكرو كنحاول ما زربتي عليا اخويا مالك وي اخوان اعتذر اولا غادي نعتذر من الناس ديال التاريخ الناس اللي ضابطين الامور فعليا الصوت واضح الاخوان سانك سانك ميرسي اخويا ميرسي بوكو شات بواحد من السادان الأقوياء ابن تيمية ندوزو لابن القيم لأن ابن القيم هو عنده ما يتقال هنايا واللي تيقول أن المراد من إرسال الرسول كيف قال الأخ قبيلة إنزال الكتب هو إعدام الكفر والشرك من الأرض واضح وأن يكون الدين كله لله هناك رجعنا لهذا الشيء الآية اللي قال استشهد بها ابن القيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله المهم البقرة آية راكم عارفينها ويكون الدين كله لله والأنفال أيضا ومقتدى هذا لا يقر أو الكافر على أن يقر الكافر على كفره وجاء نص بقرار الكتاب أيضا إذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون بين قوسين واضحة واقتصرنا بها عليهم وأخذنا في عموم الكفار بالنصوص الدالة على قتالهم إلى أن يكون الدين كله لله وهدف أحكام أهل الدماء وصفحة 95 اللي بغي طالع لها وهذا النوع من الجهاد روى ما قام به صحابة الرسول ومن أمثال عمر ومعاوية
راهم غزاو بلدان كثيرة عن طريق الزعف العسكري الكاسح، سموا ذلك الغزو فتوحات. الأخ باش يفهمنا، الأخ مصطفى باقي معنا، وكيف ما قاموا بتنظيم ديال الدولة الإسلامية في العراق والشام، ما هو إلا استنساخ للسنة النبوية للفتوحات كما يقولون، فتوحات الإسلامية واقتداءهم بالصحابة في هذا المجال، ما هو إلا عبادة وتقرير. تفضلوا الإخوان أعتذر خير ويم وأعتذر إعلان هؤلاء السادنا الراس الجدد، هم يستشهدون دائما بهؤلاء، يا ابن تيمية يا ابن القيم، وهذا ما كنت أريد أن أقول. أعتذر الأخ نوفازي تالوت. مرحبا. واخا احنا كاع نخرجوا بنو تيميه لانه ماشي حجه على شي واحد، هو يذكر انه حجه الاسلام، ولكن ما يمكنش تفرض على شي واحد مسلم قول ولا فهم ولا فقه بنو تيميه، لانه بسهوله يقدر يردو وما عندكش الحق تلصقوا له داكشي اللي كيقول. ولكن انا هذاك خونا بغيتو يبقى، لانه هو اللي غادي يكون لو موتور ديال الكونفرساسيون، هو اللي غادي يحرك اللعب شويه. وداكشي اللي قالوا رغم ان بزاف ديال الاخوه يبان لي تصدموا شويه وجاهم داكشي يعني شويه شوكون صعيب وارهابي وراديكالي، راه هو اللي خدام، راه هو الاصل، راه هو اللي الصدمات مع هاد الناس هادو، راه دائما كيجي واحد كيصدم هنا كل مره ماشي لا لو كان ولكن هادشي اللي كاين دارت دوك الواقع. انا راه كنقولوا ما تقدرش تدرك الشمس بالغربال، لانه الاسلام ما كاينش اسلام واحد، ما كاينش فيرسيون واحده اللي تقدر تناقش بها، كاين فيرسون بزاف. غير درك انا ملي دخلت، حيت انا اصلا ما دومونديتش لا بارول، انا شي واحد طلعني وراني نصمت بحال الخوت، ملي جات فيها النوبه غادي نهضر داكشي اللي قسم الله. الاسلام ما كاينش واحد، الاسلام كاين بزاف. السيد اللي هضر قبيله داك كان هضر واحد ديسكور ازهاري، هذاك على الاقل مراجع شويه صوارو حقه ودي لا، راه الاسلام ما بغاش يهجم على بنادم، هو راه باغي يطيح الانظمه الديكتاتوريه المانعه للحق ان يصل الى عباد الله فقط. حنا ما درنا والو، حنا راه غير لي سيستم اللي بغينا نطيحهم، ولكن اون ميم طون غادي نديو لهم الارض ديالهم، ندير لهم الثروات ديالهم، ندير لهم النساء ديالهم، نحكموا حنا بلاصتهم. يعني حنا غادي نمشيو للاندلس مثلا سبنيول، وغادي حنا نحكموا سبنيول، وحنا نحرثوا سبنيول، وحنا نشدوا الارض ديال سبنيول، ولكن حنا ما بغينا والو، حنا بغينا غير النظام نحيدوه باش نوصلوا الدعوه الى الله. وما دابا درك لقاو ترقيعه من بين بزاف الترقيعات اللي بخاسك راه انفيني هذا الشيء، ملي الناس تزيروا كانوا في ضعف، هو السيد اللي خير هذا السيد الجزائري مع السيد المصري ولا شكون هو، راهم متفاهمين باللي اننا في مرحله ضعف. غير التعامل مع مرحله الضعف، كاين جوج ديال القراءات وجوج ديال المذاهب. المذهب ديال خونا الازهري كيكون انتيليجون، خصو ما يتصادمش مع الغرب، ما يتصادمش مع واحد القراءة جديدة للوضعية السياسية والجغرافية والاجتماعية إلى آخره، خصو يكون انتيليجون. غادي يقولك لا راه داكشي حقا راه كان، ولكن دركا عندنا التليفون راه نقدروا الرسالة، وبالتالي فالحكم الجهاد الطلب هو حكم يعني انتهى زمانه لأن علته رفعت. هذا يعني شوية دريبلة، وهذا لو ديسكور خدام. كاع الدعاة اللي كيبانوا في التلفازة بدون استثناء كيهضروا بحال هكا من بكري، ملي كنا نسمعوا الناس اللي تقدر تقول عليه كونفيرونسي انترناسيونال، اللي يقدر يكونفيرونسي في اوروبا ولا يقدر طارق رمضان، كنا نسمعوا لهم التسعينات وبداية الالفينات هذه هضرته. بالعكس كيمشي معك للجهاد، انا حضرت له بيزيغ فوا يقول لك الجهاد، وهادشي اللي كنا حتى حنا كنقولوا واحد الوقت الجهاد، ويدير بيدو هكا ويزير على فمه التجاهد نفسك. أخ طالوت، عقيدة الأزهر ما هي؟ ما هي عقيدة الأزهر؟ ممكن تعطينا مفهوم ولا؟ عاود لي السؤال أخويا. ما سمعتكش، أنا كتقطع لي الكونيكسيون، عاود لي. ودويت لك على عقيدة الأزهر، بماذا يعتقد هذا الصرح؟ دابا العقيدة مصطلح فضفاض عام جدا، حنا إلا بغيت تهضر العقيدة بصفة عامة تقول عقيدة أشعرية. أنا أو عن حراس التراث، أنا أتكلم على هذا الجزء الذي يؤمن به الغالبية العظمى. حين أتكلم عن الحراس الجدد و
وبمن يستشهدون فهم دائما يستشهدون ابن تيمية ابن حزم ابن القيم. حتى ابن تيمية راك ممكن تجيب من عنده اللي بغيت وتخلي اللي بغيت لانه ذاك شيء سلعة موجودة تقدر تهز بحال هذا سي كام بازل يعني التراث صديقي التراث هو كبير التراث الاسلامي انا عارف اش كنقول فهنا انا كندوي على جهه الطلب فالفلاسفه المسلمون فهم لا يعترفون والمعتزله اتكلم عن هذا الجزء واتكلم عن الغالبيه واتكلم عن الراس الجدود وبمن يستشهدون وبالايه وبالدليل وبالصفحه وبالامور كما بغيتها وهذا ما كاين الاخ نونا غير شويه كنهضر مع حد جاتني النوبه وكنقول بلي انه هذا الهضره اللي قال خونا راه ماشي شي هضره اللي زعما جديده ولا شي هضره اللي عند اقليه الناس بالعكس كاع الناس راهم بالعكس عندنا جماعات في المغرب منتشره والعماد ديالها الاساسي هو قيام الخلافه والدوله الاسلاميه وطبعا الا قامت الخلافه راه خصها تقيم كما قامت عند السلف ولا قامت كما عند السلف راه ضروري جهه الطلب خاصو يكون تما في لاليست وهذه المساله راه عاديه كاين الناس اللي كيدري بليو لان الوضع لا يحتمل انك تكون صريح كاين الناس اللي صراحة لانه ما خسر والو ولكن راه الحاضر هو هذا والحقيقه هي هذه خصنا نتضبطوا معها والسلام.